جربها مع بعض دلوقتي، انتوا حظكم فيها. طيب هنبدا بالاي بي اي. اول حاجه لما نيجي نبدا بالاي بي اي، اول ملف بنروح عليه هو ايه؟ كان عندكم في ملف فولدر الشير اسمه اند بوينت. الاوبجكت بتاع الاند بوينت او كلاس ده اصلا بيكستند كلاس الاكسس، فاي حاجه في اكسس هتبقى موجوده هنا بس مش العكس. زي مثلا الجزء بتاع الكاش ده اوريدي اصلا مش موجود في الاكسس، دي موجوده في الباكج بتاعت الاتش تي تي بي. زي الجزء بتاع الايفنتس، تعالى نمسح حته مالهاش لازمه، قلبي ده كده. تعالى نمشي على الفايل ده بشكل سريع. نمسح بس دي هو سجلت كانت فيها استخدام بس قديمه شويه. بيز يو ار ال ده البيز يو ار ال بتاع الاي بي اي. تعالى نضيفه مره اي بي اي ار ال. نشوف بس البورت بتاعه كام. 25 ده البيز يو ار ال اللي هو الاي بي اي. ما قلتلاش حوار لا ما سمعتكيش، بتقول ايه؟ حوار ال سي جي اس امتداد الفايل ما قلتلناش ايه حوار الموضوع. طيب احنا دلوقتي عندنا الفيلات سواء كان جافا سكريبت او تايب سكريبت، الكلام ده منطبق عليه. عندنا ثلاث انواع، دوت جي اس، دوت سي جي اس، دوت ام جي اس. سي جي اس جي اس ده هو الديفولت على حسب التايب بتاع البروجكت. احنا عندنا التايب بتاع المشاريع نوعين، يا اما بشتغل سي جي اس يا اما بشتغل اي اس ام سي او موديول. سي جي اس اختصار كومون جي اس، كومون جي اس فايل. ايه الكومون جي اس فايل ده؟ اللي هو ملف النود اللي انا بقى موديول دوت اكسبورت بيساوي الداتا اللي بتطلع. يعني هي اقول له مثلا نيم حسن، فلما اجي اعمل امبورت للفايل ده وليكن مثلا نفترض ان اسمه تيست دوت جي اس، فاقول له انا كونست نيم بيساوي ريكواير تيست من غير دوت جي اس. ده كده السي جي اس فايل، بس هون في ريكواير لما اجي الكلام ده كله نود يا جماعه. طيب النوع الثاني الاي اس ام، الفايلات اي اس ام اختصار ايكما سكريبت موديول اي اس ام. سي جي اس كومون جي اس، كومون جي اس ده السنتاكس ديت اللي بستخدم الموديول اكسبورت مع الريكواير. الاي اس ام باجي انا اقول له مثلا اكسبورت كونست نيم بيساوي حسن. ده هنا المفروض مثلا نفترض ان الفايل تيست دوت جي اس برضه، فانا اقول له امبورت نيم فروم تيست. دي السنتاكس ما بين الاثنين. ده هنا يعني مش محتاج نكتب ام جي اس، بس لو كتبتها تبقى صح. اللي هو موديول جي اس، موديول جي اس اللي هو اي اس ام. طب الكلام ده بيتحدد فين؟ بيتحدد في الملف ده هنا، موديول او كومون جي اس. احنا في الكيس بتاع فيت بيبقى موديول. طيب ليه نعمل الفايل دوت سي جي اس؟ عشان السنتاكس مثلا بتاعت الريكواير دي ما بتشتغلش في الاي اس ام الا بشروط معينه. في سنتاكس معينه ما بتشتغلش، يعني مثلا في ملف الاي اس ام مش عارف اعمل الموديول اكسبورت. فانا لو الفايل اصلا عندي اسمه كده بوست، يعني تعالى نفتح ملف البوست سي اس اس، مش عايز اظهر ليه. شايفين هنا موديول اكسبورت، السنتاكس دي ما تشتغلش في فايل دوت جي اس. ليه؟ لان الدوت جي اس بيشوف الديفولت بتاع المشروع، الديفولت بتاع المشروع التايب بتاعه ايه؟ موديول. يعني لازم اشتغل بالسنتاكس بتاعت الاكسبورت كذا. البوست سي اس اس هو شغال سي جي اس، شغال كومون جي اس، فلازم امشي مع الكونفيجريشنز بتاعته اللي انا اقوله موديول دوت اكسبورت. طيب عشان اخلي الباندلر ما يتعاملش مع ان هو ملف اي اس ام، لان هو بيتعمل على حسب الديفولت تايب بتاع الباكج جسم، بخلي اكستنشن الفايل دوت سي جي اس. فلما خليته دوت جي اس هيمشي هيشوف ايه التايب بتاع المشروع هنا ويتعامل معاه. فلو التايب موديول فهشتغل اللي هي اكسبورت كونست كذا او امبورت كذا اللي هي الاي اس ام. لو التايب سي جي اس او كومون جي اس بمعنى صح هنا، فلازم اشتغل بالموديول دوت اكسبورت. فعشان احدد النوع الفايل اكسبليسيتلي فبكتب يا اما ام جي اس اكستنشن او سي جي اس اكستنشن. نفس الكلام برضو لو شغال تايب سكريبت
ممكن اكتب بس ده مش عارف سايب سكريبت هل فيها جي اس ولا لا. سي جي اس سي تي اس مثلا يعني تكون هو الديفولت في تايب سكريبت ان هي موديولز، فهي ما هو في ام تي اس ده متاكد منه، لكن انا ما شفتش قبل كده كومون جي اس للتايب سكريبت. بس على الاقل السنتاكس دي ما بتشتغلش الا يعني اللي انا عارف انها بتشتغل مع السي جي اس، ده اللي انا متاكد منه. لكن مع التايب سكريبت او لا، الام تي اس دي بتشتغل مع التايب سكريبت. تقول يا احمد؟ عشان انا ممكن استعمل جيسون فايل بدل ده. مش عارف، ما تعملتش مع البوست سي اس اس لا هو عموما يعني مثلا في ولا في لو هو الجوب بيسمح بحاجه زي كده يبقى ينفع. يعني لو هو بيسمح ان انا اخلي الفايل دوت جيسون، بس لو هيسمح لي بحاجه زي كده خلاص هتشتغل يعني، مش هيقول لك لا. هل بقى هيشتغل كده ولا هيزعلنا؟ ماشي اشتغل. انا معرفش اذا كان اشتغل عشان الفايل اتعمل له رينيم واشتغل، ولا عمل له اجنور واشتغل، دي او دي ايهما اقرب يعني. وضحت يا هبه؟ اوكي شكرا. طيب نعرف عليه. نرجع تاني ملف الاند بوينت. ملف الاند بوينت زي ما احنا قلنا بنحدد البيز يور ال بتاع الاجكس. احنا ما بنشتغلش يا جماعه بالشكل ده، ما نكتبش فيتش بعد كده اتش تي تي بي اس الاي بي اي دوت اسم الموقع سلاش لوجن، لا ما بنشتغلش بالطريقه دي. بنشتغل مثلا لوجن دوت زين ريسبونس. لوجن ده عندي عباره عن ايه؟ دي فانكشن لوجن ريتيرن الاند بوينت بتاعتي دوت بوست سلاش لوجن. بشتغل ريلاتيف باث للبيز يو ار ال عشان تبقى الدنيا منظمه عندي، بحطها جوه فانكشنز او سيرفيسز. بس فانا بحدد البيز يو ار ال. طب البيز يو ار ال بناخده منين؟ من ملف الاند. انا عامل هنا ملف فلاج بنحط فيه الحاجات الستاتيك الثابته، ودي في الغالب اغلبها بناخدها من الملف الاند. طب ايه السنتاكس الغريبه دي؟ دي السنتاكس اللي الفيت بيسمح لنا بيها ان احنا نحط فيه نجيب اي فاليو من ملف الاند. فاي كي بنعرفه هنا اقدر استخدمه عن طريق سنتاكس امبورت دوت ميتا دوت ان بعد كده اسم الكي بتاعي بتاع الانفيرمنت فاريبل كي. واضح حد يا شباب؟ لا تاني ماشي. تاني دلوقتي انا عايز اكسس الفاريبلز الموجوده في ملف الانف. دي بتختلف على حسب انت شغاله يعني، كل مشروع وليه يعني كل شيخ وليه طريقته، كل مشروع ليه طريقته. طب فيت بيشتغل ازاي؟ بيقول لك عشان تاكسس اي فاريبل من ملف الانف بتكتب السنتاكس ديت امبورت دوت ميتا دوت انف، ده الاوبجكت اللي شايل كل الفاريبلز، بعد كده دوت اسم الفاريبل بتاعك في ملف الانف. يعني مثلا لو جيت كتبت هنا ماي نيم ايكوال حسن مثلا، فعايز اكسسها عايز اجيب النيم، فانا اقول له اكسبورت كونست ماي نيم امبورت دوت ميتا دوت انف دوت ماي نيم. وضحت؟ مش ممكن يا باشمهندس اعمل بروسيس دوت انف باسم لا الفاريبل؟ بيت قافل الموضوع ده. هو شباب في حد الحته دي مش مجمعه معاه؟ طب ايه الحاجات اللي هنحطها في ملف الام باش نستدعيها؟ اي داتا حاجات الاساسيه يعني ايه مثلا زي الاي بي اي. في الغالب هيبقى الاي بي اي ممكن يتحط فيه، ممكن اسم الموقع مثلا لو عندي اللي هو واحدة. أنا في الغالب بحط فيه الكاش كي مثلا، ده هنشوف أنا أعرف استخدامه. الأد ديسكريبشن الحاجات دي يا جماعة يعني هنا. هو مش كل موديول ليه ملف اي بي اي، ولا احنا بنحط الاي بي اي في ملف واحد كله؟ ملف ده بنعمل السيت اب بتاع الاي بي اي بتاعنا، ده السيت اب، ده مش الاي بي اي لسه ما استخدمتوش. وكل فايل بقى نبدا نشتغل بالملف دوت، هيبقى ده البيز بتاعنا اللي هنشتغل بيه. طيب تاني هنا دلوقتي الحاجات دي تحديدا الاب ديسكريبشن والاب نيم والديفولت لوكال وال فول باك، لا مش مشكله الفول باك والاب دايركشن. الحاجات دي يا جماعه عشان استخدمها بروح عند ملف الاندكس الموجود بقدر استبدلها،
بكتب 2 اندرسكور بالشكل دوت، بعد كده اخد الكي اللي موجود في الانف. فالحاجات دي كلها بتعمل لها بيلد في الران تايم، عملها ريبليسمنت وتحط. فدي اللي هي الديفولت داتا الاساسيه. يعني مثلا تعالى اوريكم ضرب اهو، ضرب اللي كان عمال يقول ما ضربتش ليه، هنشغله تاني. يعني بس هتعمل بص على منتور، هي نفس الداتا دي اللي انا اقصدها، اللانج اي ان، الدايركشن، التايتل، الديسكريبشن، كل دوت، وحتى الكلر، كل دوت انا معرفه في الفايل ده، فايل مشابه ليه بس في منتور بنفس الطريقه دي. واضحه؟ اوكي. هو فين اللي كان بيتكلم على جيسون؟ هو فين؟ انا كنت بسأل تقريبا. بص اسأل. فتحت الجيت هاب ديبو بتاعتهم، ما عندهمش جيسون. ماشي يا عم، متشكرين يا عم احمد، متشكرين. على الله، بس تشتغل بقى بعد ال ان شاء الله اشتغل. حقش يا عمار، حقه الصراحة، حقه. الحمد لله ظبطت. بس في ملف الانفايرمنت بنعرف فيه الفاريبلز اللي هنستخدمها بعدين، سواء في ملف الاندكس بتاعنا ال HTML او في المشروع عندنا. طيب احنا عندنا دلوقتي وخلي بالكم من الحته ديت، عشان مش هتشتغل اللي انا هشرحها دلوقتي الا لما اكون البلاين ده متسطب. ده رونجز بيت اللي انا هشرحه دلوقتي. انا دلوقتي عندي في ملف اسمه دوت انف ودوت انف دوت برودكشن دوت انف دوت شيرد. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ده الملف الديفولت ممكن اشتغل بيه من غير الاثنين التانيين. لو هو موجود فده هيستخدم في الديفلوبمنت وفي البرودكشن. لو ملف دوت انف دوت برودكشن موجود هيتم استخدامه لما اجي لما فيك يبدا يعمل بيلد. طب ليه عندي حاجه زي كده؟ لان انا احط البيانات في البرودكشن هتبقى مختلفه عن الديفلوبمنت. يعني مثلا انا هنا في الديفلوبمنت حاطط مثلا لوكال هوست، لكن في البرودكشن في الغالب احط اي بي اي حقيقي يو ار ال. مش هينفع لوكال هوست لان في البرودكشن مش هيشتغل لوكال هوست. طيب ده الفرق ما بين الاثنين. فاي حاجه انا بعرفها هنا اقدر بعرفها هنا مره ثانيه للبرودكشن، فاكن ده الديفلوبمنت وده البرودكشن. ممكن عشان لو من الناس ما تتلخبطش ممكن اسمي الفايل ده دوت انف دوت ديفلوبمنت، هيشتغل برضه معانا. دوت انف دوت شير، تفتكروا من اسمه كده معناه ايه؟ او ايه الهدف منه؟ مش حد يعرف دوت ام دوت شيرد ممكن يكون ايه الهدف منه من اسمه؟ داتا مشتركه في البرودكشن وفي الديفلوبمنت. بالظبط، ده الاثنين جنب بعض. يعني انا مثلا هيبقى عندي هنا الاسم مش هيختلف اذا كان ديفلوبمنت ولا برودكشن. الكاش كي مثلا، الديسكريبشن، الديفولت لانجويج، الدايركشن، وهكذا. بس فدي طبعا هتبقى كويسه جدا لما تبقى شغال. يعني دي مثلا الحاجات اللي انا كنت باجي اعاني مثلا باجي اعدل هنا فلازم اعدل هنا. فانا عملت الفايل ده عشان اجمع الحاجات المشتركه ويبقى كل واحد في الديفلوبمنت والبرودكشن ياخد داتا المختلفه بس زي الاي بي اي يو ار ال مثلا. بس كده. ده بالنسبه لجزء الانفايرمنت. في حد مش فاهم اي حاجه فيه؟ يعني لما نشترك واحد ولما نيجي في البرودكشن نغير بايدينا، هو طبعا يعني حاجه مش لطيفه. بس مجرد سؤال تاني كده، ينفع نشتغل يعني بدل من ملف برودكشن وملف ديفلوبمنت يبقى ملف واحد ولما نيجي نعمل برودكشن نغير بايدينا؟ يعني هو يعني حل الكلام ده ينفع يبقى فاليد؟ هيبقى حلو. بس هيبقى في عندك نقطه تانيه، لو انت شغال حاجه زي السي اي سي دي او حاجه بتعمل اوتو ديبلوي، لو مجرد ما بترفع على الجيت اللي بيعمل بيلد على السيرفر مش عندك انت على الجهاز. ده مثلا الكيس بتاعتنا مثلا منتور كده. منتور انا مجرد ما برفع السيرفر اللي بيعمل ديبلوي بيعمل بيلد. فهنا ساعتها الداتا هتعمل لي ابديت ازاي او ريبليسمنت ازاي؟ طبعا الدنيا هتقع، فبقيني هضطر ادخل برضه اعدل. ما انت هتعدلي قبل ما ترفعي، بعد كده ترفعي، بعد كده ترجعي تعدلي تاني عشان لو هتكملي شغل على الديفلوبمنت. مش منطقي يعني. تمام ماشي. مش هل كان في حد كان مسأل تاني ولا اللي معلومات شير ده بياخد يعني كده؟ هو بيدي الاثنين صح؟ يعني بالظبط كده بيشتغل في الديفلوبمنت والبرودكشن.
طيب نرجع عشان ملف اند بوينت ده زي ما احنا قلنا البيز يور ال ده اكسيوس ده مش اكسيوس. طيب ده هنا ايه فكرته؟ سيت اوثورايزيشن هيدر ده عشان اعرف الهيدر لو انا عندي هيدر. انا احنا ما قلناش اي باي كي فبرضه نمسحه. هو حاليا مش عندنا ده اصلا. ما خلصوا هقول لكم بقى فايدته قدام في حاجه مالهاش لازمه. طيب دي هنا لو انا عايز احط اوثورايزيشن هيدر فبقول له لو اليوزر لوجد ان هات لي الاكسس توكن بتاعته. طب ممكن استخدم حل تاني مكان الحته دي؟ اه ممكن الغي ده واجي هنا في الكونفج بيفور سيندنج اقول له كده هنا نفس السطر ده بس بدل ما بقول له ريتيرن اقول له هنا هيدرز دوت اوثورايزيشن يساوي انا عايز ابعت الهيدر بيفور سيندنج. ده ايفنت بيشتغل قبل اي اي باي ريكوست بيبعت في المشروع كله. فانا عايز بدل ما اقعد ابعت الاكسس توكن في كل ريكوست مانيولي لا بستخدم ايفنت. هنا تيجي فايده وقوه الايفنت بيفور سيندنج. ايه المقابل ليها؟ اللي هي الانترسبتور ريكوست مقابل ليها في الاكسيوس. هي انا اصلا مستخدمها انترنالي بس دي اسهل في الاستخدام لينا. الون سكسس تشتغل في حاله ان الريسبونس ده جاي اكبر من 199 واقل من 300 يعني مثلا 200 ده الهوت ديفولت 201 دي بتشتغل. اون ايرور بتشتغل مع ال 400 500 مثلا هو 401 فده ان اوثورايز فبعمل له لوج اوت. ده مثلا ممكن تحصل لو انا عملت اكسباير للاكسس توكن فساعتها بقى ان اوثورايز المفروض ان اليوزر حاليا كان ليه لوجن بيطلع معاه. سيت كارنت اند بوينت دي مهمه عشان لما نيجي نشتغل بالريستفول كلاسز ودي هنشوفها قدام لما نيجي نشتغل بالادرس بوك ان شاء الله. انا نسيت اعمل ادرس بوك بس معلش كريته بس قبل ما انسى كده نرجع نكمل كلامنا حالا مع بعض. كنت اتكلمت عن الادرس بوك ده قبل كده كان عباره عن ايه؟ الادرس بوك دوت انا واحد دلوقتي بشتري من المينون كتير مثلا ماشي فانا بدل ما كل مره اجي ادخل اعمل اوردر اطلب بدل ما اجي اطلب اوردر يعني كل مره ادخل بيانات العنوان بتاعي لا هو بيقول لي دخل لي العنوان بتاعك يقول لك هل ده اللي انت عايزه بالعنوان الافتراضي؟ هتقول لي اه. فلما اجي اطلب مره ثانيه مش عارف ادخل بيانات من اول وجديد لا ده انا هسلكت العنوان بس. الادرس مانجمنت ده ان انا اضيف عنوان اعدل عنوان اختار ايه العنوان الافتراضي ده اسمه ادرس بوك. تمام وضحت؟ اه تمام. الفايل ده يا شباب هو اصلا يعني لما تيجي تسطبوا المشاريع بالكوماند بتاع كريت مونجز اب هو اوتوماتيكلي بيبقى موجود يعني انتوا بس بتعملوا موديفيكيشن عليه على حسب الاحتياج بتاعكم او على حسب المشروع شغال ازاي. ده ملف الاند بوينت. انا صراحه مش عارف كان الاي بي اي هيشتغل ولا لا نجربه. هوم بيج. انا في نقطه بقى قبل ما نكمل الاي بي اي احنا في عندنا كميه دوبليكيت في الحقيقه في الكود رهيبه عايزين نشوف حل الموضوع دوت. الهوم بيج دي شغاله ما فيش حاجه صح؟ ايه ده بقى ايه الفايلات دي ايه ده هو ليه بيكون في سكرين بيضة كده مع كل ريفرش ليه؟ كل يعني لما تدوس على شوب او اي حاجة من المنيو الناف يحصل يجي بيج بيضة الاول بعدين تلود لا اصلا ما يلود ما هو ليه لان هو لسه فيد بيعمل باندل للديبندنسيز لان انت الصفحة دي بتستخدم فيها كومبوننتس او باكجز او ما كانتش اتحملت في الهوم عشان كده بيفتح معاك من اول مرة بسرعة ليه يعني عكس مثلا كريت رياكت اب هو بيبندل كل الباكجز الاول فتلاقيه بيطول في الاول بعد كده يبقى سريع معاك. فيت بيحمل على قد الصفحات اللي انت بتخش عليها بس. ايوه ده عشان احنا عاملين الاوبشن بتاع المديول بتاع الاوفيس موديول. لا هو نسبيا اه لان انا بعمل سبليت للكود فلما بعمل سبليت للكود انترنالي فيت بيعمل سبليت للباكجز بالظبط فهي نسبيا اه بتمشي كده اصلا ما بيلود الكونتنت بعد كده خلاص يعني مش هيلود معاك مره ثانيه بعد اول مره خلاص لان هو البراوزر هيكيش الكونتنت بتاعه يعني دلوقتي انا دخلت على الشوب مش حاجه.
اللي هو حوار الموديول اللي هو بيستدعي الموديول اللي انا بدخل فيهم. الموديول والباقي الاكسترنال باكجز بتاعته او الكونتنت اللي جواها. مين اللي ما عملش الصفحه دي؟ كانت مين معاه البلوج؟ مين كان معاه البلوج؟ هو فين حد يدور لي عليه. ماشي، عايزين نبقى نعمل الصفحه بتاعت اللي هو بتاع البلوج دي. انا فاكر ان احنا كان فيها دي طبعا مش موجوده. او عايزين نعمل صفحات الايرورز يا شباب، صفحات الايرورز اللي هي صفحه المينتيننس وصفحه اللي نوت فاوند والكونتاكت برضو منيو. ايه خلينا هي المنيو ديت عمر، بقى غير شوب خليها هي المنيو، يعني مش الشوب دي تبقى مور الاونلاين ستور اكتر، فخلي المنيو ديت هي اللي تبقى الشوب بيج، يعني بدل شوب بيج خليها منيو. طيب نيجي للاي بي اي مره ثانيه. طيب يا باشمهندس، انت كنت تقصد ايه بحوار الدبليكيت في الكود؟ يعني في اكواد بتتكرر زي مثلا البريد كرام اللي كنتوا بتتكلموا عليها النهارده، فده موجود عندنا اكتر من مره، فانا عندي الكومبوننت تتكرر عندي، مش عارف اذا كانت موجوده هيفضل يرد. هو فعلا الواحد محتاج قبل ما يبدا يعني يبص على اللاست ابديت هي بتاع البروجكت، بحيث يعرف الدنيا الدنيا ماشيه بتبقى بس ازاي، يعني نبقى اوير بكل واحد شغال ازاي عشان اللي يكمل يسال على نفسه، ما يجيبليش حاجه يعني من فروم سكراتش وهي اوريدي موجوده. في عندنا اتنين اصلا. تمام، في تقريبا اربعه. اربعه ما شاء الله. انا كنت عامل واحده، ما كانش في حد لسه عامل حاجه، بعد كده حد عمل واحدة وحضرتك عملت واحدة، انا عملت وتقريبا واحده، انا عملت واحده. في واحدة حضرتك معدل عليها في اللي هي، لا مش دي، في الايه، في اللي اوت. ايه ده تعالي يا ايمان يا مسعود، هي ايمان هنا ولا هربت؟ ودي هي دي اخر واحدة معمولة، في اللي اوت واحدة مكتوب ان حضرتك كنت عاملها. او ممكن انا اكون عدلت عليها عشان مر مش اكتر، لكن مش انا اللي انا اصلا انا ما بكتبش اصلا سي اس كود، اعدل ايه؟ يعني الكود ده كله انا شفته حضرتك بتكتبه. انا احب اقول لك ان انا اصلا بالكاد بعرف استخدم تيل ويند، هقعد اكتب كل الكلاسات دي هو ممكن تكون ثم تعديل ايه على ده او خلاص قفشناه. تعالى لي مش عارف صراحة انا هو ولا لا، انا هو مديني لا ولا ده كنت معاك. انا يا دوبك معدل بس الهوفر مش فممكن اكتر، برضه انا ما عشان عملتش ما اي حاجه في نظلموش. الفايل ده. ماشي، ما مين يا جدعان اللي عمل الفايل ده؟ حد يبقى يدور لنا في اللوج بتاع ال، ما هو انا دايما هبقى انا الموجود في اي فايلات عشان انا بريزولف الكونفليكتس، لكن مين الاوريجينال اللي كتب الفايل ده؟ هنحتاج نرجع نبص على الاوريجينال طب ايه كوميت. مشكلة الفايل ده؟ لا ده احنا هنتكلم عليه. انا عندي المشكله الوحيده، محدش يا جماعه يحط الراوت ستاتيك، محدش يحطه بايده، عندي ملف اسمه URLs حط فيه كل الحاجه بتاعتي. اختار الحاجة واحد الثانية اختار، ما لسه قلت احنا في عندنا ده شكل عن دبل كيف كده، هو اصلا عمل لود ليه؟ ده غالبا كان بيلود. طب ده واحد، التاني فين؟ حد يعرف الكارت؟ لأ في واحد في الديزاين سيستم. لا انا بتكلم الموجودين فين في اليو اي، انا عايز ابص عليهم في اليو اي. في واحد ده في الصفحة التاني بتاعتي اللي هي الميل بيج. الميل، الاكسس بتاعها ازاي؟ تقريبا منيو سلاش حاجة أو حاجتين سلاش حاجة سلاش سلاش يعني. اجي واحد تالت. انت بيجود او اي ان ما كانش كده، انا كنت عامله او عشان اعمل بيجود واخد الدي ار ال راوت ايوه. ورمي انا ايش يا عم. على فكرة ما عدلتش حاجة، هو زي ما هو، وقلنا كده كده هيتغير عشان هو السهمين دول سلايدر ولا ايه؟ ايه
السهمين دول بيعملوا ايه؟ لا دول المفروض ان هو بينافيجيت على النكست ميل، مش سلايدر، انا كليك المفروض يديني على صفحة تانية. بس هو انا ليه حاسس ان الدايرة دي مجهدة شوية؟ أنا ما أعرفش، ما جتش كده والله. هو حصل له شرينك، مش عارف اللي حصل. ببص عليه هو البوزيشن بتاعه غريب شوية، اللي هو كمل بريد كروم هاي، مش ما ده اللي فاهمة انا هو. اصلا. ودي ايه ده؟ لا كده تعالى مش أنا تعالى والله، حضرتك شفت البتاعة دي كانت مظبوطة، ما أعرفش إيه اللي حصل. براجع. ماشي لا ما هو بص يا جدعان، عشان برضه تبقوا عارفين، لان اول ما بدات اسحب كان كله بيكتب في نفس الفايلات اللي كله بيكتب فيها، فممكن اصلا يكون حد كان عدل الفايل انا ما جيت سحبت في الكونفليكت، ممكن يكون اخدت كود منهم، لان انا لحد ما كنتش ببص عليها على اليو اي، كنت بعدل على الكود من غير ما ابص على البراوزر. فاحتمالية حاجه زي كده تحصل. ورده. طيب دلوقتي صفحه الشوب اللي هي الليست، احنا المفروض يبقى في عندنا فيها ايه؟ ايه الكونتنت اللي المفروض يكون فيها؟ التصنيف زي ما هو مكتوب كده، والعناصر، ولو حاجة ماشي، عليها الديسكاونت ده حلو. الوجبات، الوجبات والفلترز، ايه كمان؟ ده في حالة يعني دلوقتي دخلت على الصفحة فعرض لي الوجبات والفلترز، ايه كمان المفروض يكون موجود هنا؟ الاد تو كارت الاد كارت هي اوريدي موجودة، ما هي موجودة في الميل نفسها اهي. لازم يكون في نكست او بيفلس، ايه؟ نكست او بيفلس. لا لازم يكون في البيجينيشن صفحات، انا بقول لك اهو نكست او بيفلس. يعني قصدك بيه. طيب دي بيبقى ليه اكثر من طريقه. الطريقه الاولى ان يبقى في صفحات هنا بتبقى لينكس بكليك عليها بنفيجيت على الصفحه الثانيه، والطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ عدد الصفحات يعني اللي هي يعني بتبقى مترقمة، يعني عدد الصفحات. ايه، ما هو ده اللي انا اقصده، ما ده البيجينيشن. ماشي الطريقه الثانيه بقى ايه هي؟ اللي هي لود اون سكرول، كل ما بسكرول يلود صفحات ميلز كمان. فدول طريقتين، هل في طريق فيهم صح؟ لا مش بالضروره يكون فيهم طريقه مظبوطه. دي بتعتمد على حسب اليو اكس بتاع المشروع. فاحنا خلينا ناخد الشكل السهل، نعمل البيجينيشن هنا. فهنفرق في عندنا سيكشن البيجينيشن. المفروض ان البيجينيشن ده، السيكشن ده المفروض ان هو ما يظهرش الا لو عندي اكثر من صفحه، لان انا عندي بتاع صفحه واحده فمش طبيعي ان انا ازيره، يعني هيروح فين؟ الحاجه الثانيه، طالما ان انا عندي صفحه ليستنج، احنا قلنا لو عندي ليستنج بيبقى في عندي في الموقع حوالي 5 مكونات اساسيه بتشتغل عليهم في ايا كان نوع المشروع. لو هي صفحه ليستنج، ليستنج زي دي، زي البلوج، ايا كان. الجزء الاول الليست ايتمز، ممكن يعني اقسم دي لجزئين، ودي مش موجوده في كل حته، جزء للجريد وجزء للليست، هم لا تو ايكونز دول كل واحد تعرض يو اي مختلف. الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي على الشمال الفلترز. الحاجه الثالثه البيجينيشن. ايه بقى الحاجه الرابعه؟ حد يعرف؟ عدد العناصر في الصفحة، لا انا ليه اظهر له عدد العناصر في الصفحه؟ شفتيها قبل كده في اي موقع؟ أيوة عدد من يعني عدد ال يعني هم كام مثلا وجبة يتحطوا فوق مثلا. لا ليه يظهر؟ ما انا ما عملتش قبل كده، مش منطقي ان انا اظهر له عدد الوجبات اللي عندي في الموقع. ليه؟ بتخلي الكاتيجوريز تنزل مع السكرول. لا انا بكلم حاجه لازم تكون انت متهندلها لما تيجي تشتغل صفحه ليستنج، هو انها تنزل او لا. ده يو اكس السيرش مرتبط. السيرش ممكن، بس السيرش غالبا فوق. ينفع أولى قول الايه؟ سورتينج سورتنج، ماشي صح، ممكن في سورتنج لو بس مفيش مش دي وجبات، برضه. صفحة لو مفيش وجبات، ايه؟ صفحة لو مفيش وجبات. الله ينور عليكي. الجزء لو انا ما عنديش وجبات، الحاجات دي كلها لازم تتهندل طول ما مش على صفحه ليستنج.
باي ديفولت انت لما تيجي تشتغل على مشروع او تستلم مشروع من ديزاينر لازم الحاجات دي كلها تسأل عنها. طب انا صفحة ليستنج بالذات لو هو البرايمري ليستنج، يعني مثلا الميلز هنا البرايمري ليستنج، البلوج فيها ليستنج بس مش هي البرايمري، فممكن ما يبقاش فيها فلتر، ممكن ما يبقاش فيها جريد وليست، لكن لازم يبقى فيها ليست ايتمز، هيبقى فيها بيجينيشن وفي النو ريزلت. ليه النو ريزلت؟ عشان المفروض ان يبقى في صفحه مشابهه للصفحه ديت اللي الخاصه بالايه؟ بالبحث. علي ايوه عايزك لما تيجي عايزين نعمل حركه كده حته حلوه، لما يجي كليك هنا نظهر كده اوفرلاي ديمد كده هنا، ده اطلع ما يخلص كتابه لما يجي يقفل ديت الاوفرلاي تختفي. تعرف تظبطها؟ يعني ايه اصلا شو حاجه يعني ايه؟ خليني مين ممكن بيعمل حاجه زي كده؟ مش عارف غير الموقع، اعتقد الموقع الاصلي عنده حاجه زي دي، هتاكد ممكن فيها كوكولا. والله ما اسمعك. بقول لك موديل البوت ستراب او زي كده. ايه اللي بيحصل في البوت ستراب؟ الموديل لما بيفتح موديل بيخلي فيه يبقى الفوكس كل يعني فوكس عشان السيرش يعني او الحاجه اللي انت فاتحها. بس مين كان بيعملها؟ مين؟ مش هنا طبعا في الموقع ده. بس شايف الـ شايف الاوفرلي اللي ورا دي يا علي؟ ورا البوبا؟ تمام. ايوه لما اجي افتح الكليك هنا تظهر لي هنا ورا. بسيط تمام. وزود عنك حته كمان. دلوقتي انا خلصت كتابه ومش عايز، عايز اقفل، عايز ادوس على اسكيب يقفل. اوكي تمام. ايش؟ مش عارف هو خالد لسه ما رفعش. خلينا نرجع نكمل الجزء بتاع الاي بي اي. عايزين شباب، احنا ما اتفقناش برضو، خلينا نشوف التلاتة كده. دي ودي. دي اعتقد ان هي تاخد، ناخد اي واحده دي ولا الشكل ده؟ هو ده قريب جدا من ده. في واحد في الاباوت بيج تقريبا كمان. لا تقريبا هو شبه واحد من الموجودين هنا، شبه الشوب اعتقد. ده هو بتاع الشوب. بس الاباوت، الاباوت حلوه منكرش، الاباوت حلوه. معلش ايه اللي حلوه من الصراحه؟ صفحه الاباوت. جميله بصراحه، ده شغل يعني محترم. ده حقيقي. طيب ناخد اعتقد دي صغيره فهنكنسل دي. طيب هيبقى عندنا الشكل ما بين ان هو البريد كرام بيبقى كبير او يبقى صغير كده. ناخد فوتس. انا اوريدي واخد قرار ما بين الاثنين دول بالنسبه لي، بس احب اخد الاراء عشان انا شخص ديمقراطي. طب افتح الثاني كده معلش. انا شايفه ان هي الكبيره اشياء. هو انا برضه ماشي. عايز اقول ان انا اللي عاملها ومش مختارها. بس برضه في وجهه نظر ثانيه ان الصغيره بتدي فوكس للمحتوى اكتر، يعني بتخليك تركز في الداتا بتاعت الصفحه اكتر. الاثنين بصراحه يعني بالنسبه لي والله ما كان كده، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هو كان مظبوط يا باشا. تراجع يا باشا، ممكن الحاجه دي تكون ضربت لما منتين دخل. بس هو انا مش مستعمل منتين هنا اصلا. لا ما هو منتين، ما منتين دخل بعد ما منتين حصل له سيطره. تعالى كان لو ضربنا نلغي منتين نشوف اللي حصل. لا ولا هو ولا هو سنقوم على صوت كده. طب لو لغينا تيل ويند
طب يا باشمهندس حسن، بالنسبة لحوار الكونفليكت، ليه ما نبقاش معاك في الميتنج وانت بتحل الكونفليكت؟ يعني كل واحد يبقى عارف هو عمل ايه، بحيث تبقى يعني كل واحد فاهم يعني هتاخد حاجة واحدة ولا الاتنين. يعني انا تقريبا عرفت ايه المشكله. ايه المشكله يعني؟ يعني لما تحل الكونفليكت خليها تخلص بقى كده او تاني. اكملي يا هبه. ايه اللي محصل لما احل الكونفليكت؟ لا بقول لك يعني يعني احنا نبقى معاك في الميتنج وانت بتحل الكونفليكت، بحيث ان احنا يعني كل واحد عمل حاجه يبقى عارف، بحيث مفيش حاجه تطير او حاجه تاثر، يعني كل واحد عامل شغله فهو اكتر حد هيقدر يعني هي مش موضوع كونفليكت، يفيد يعني. هي الفكره إيه؟ ما هو ده اللي انا قلته اصلا، انتوا بعد كده انتوا هتحلوا الكونفليكت اصلا قبل ما ترفعوا. بس هي الفكره ان عشان كان كل واحد لما انا اخليكم كلكم تعملوا السيت اب اصلا بنفسكم، فكان كله بيوفر رايد على بعضه. يعني انا مثلا الفايل ده تقريبا اتهرى مني تعديل من كل واحد بيرفع. بص في الاخر قالك النون مش عارف مين من كتر ما خلاص اتهرى كل واحد عدل على الفايل ده لغايه لما جاب جاز. والانون ده في حد اسمه انون؟ أنا مين انون؟ مش عارف. فهي الفكره ده سبب الكونفليكت، لكن هو المفروض ان هو من دلوقتي ان اي حد بيرفع بيفكس الكونفليكت قبل ما هيرفع. يعني انتوا المفروض دلوقتي لما تيجي تدخلوا على الريبو اهو مثلا، هاجي هنا بعد ما تخلص البي ار تعملوه، تيجي تنزل تحت تشوف الجزء ده نور اخضر تبقى امورك تمام، منورش اخضر او نور احمر هتبقى حاجه زي كده في عندنا كونفليكت، صلح الكونفليكت وارفع تاني. وضحت؟ بس فهي دي الفكره. الحاجه التانيه بالنسبه للجزء بتاع الستايلينج، شايفين الجزء ده؟ بدل ما اخليه كده ممكن نعمل فايل كده نسميه مثلا ستايلز تي اس. ده مش هيأثر معايا تيل ويند او حتى من غير الستايل دوت اس. امسح ارجع الفايل ده، احنا اوريدي في عندنا اصلا فايل للمشروع نفسه نحطه جواه. ناخد دول كده كات، انا صراحة مش عارف ايه اللي هيحصل بس تعالى ننقلهم. عندنا ديزاين سيستم، هنرمي هنا الفايلات بتاعتي. مش احنا اتفقنا اصلا ان احنا هنستعمل تيل ويند وخلاص؟ هستخدم هنستخدم مانتين عشان ال behavior ال interactions، عشان ال interactions. ماشي مانتين مش مشكلة، هنستعمل مانتين نستعمل مع تيل ويند. ايوه بس في ساس وفي فايلات سي اس اس كتير، هو تلو انت ما بتحتاجش غير فايل واحد اصلا وكفايه كده يعني وخلاص. ف لا ده دي لا اقرا كده، دي الحاجات دي بتاعت مانتين وده ايوه اللي بتاعت لك. طبعا احنا في عندنا اتنين المفروض احنا هنلغي كارسل منهم، يا ده يا ده. ده اولا، ثانيا الفايل ده مش عارف اصلا كنت طلعت كده صح؟ لا لسه. عندنا فايل اسمه مين دوت اس سي اس اس. ثانية واحدة بس عشان عايز الحتة دي، انا فاكر ان انا شفتها في مكان تاني. لا خلاص يعني، لا بس دي كلها فايل ستايل، مش مفيش طالما مفيش فيها تكرار خلاص مش هيفرق معايا في حاجة. مين اللي عمل لود للفونت ده؟ النون برضو بتاع هي ولا يعني ده بيدي كله انون. ايوه طيب بص يا شباب، الفانكشن دي بتود اي فونت من جوجل وموجود عندك، المفروض ان انت انا ده تاخد لها سكند ارجمنت اللود بتاعك والفونت اللي هو الاسم حسب بقى ما هو بيديهولك هناك. هتظهر بقى هنا في الكيس دي كايرو او روبوتو. انا اعرف الاسم ده الفاليو دي احنا مستخدمينها في حته كومون تكست، شخص مجهول اللي عامل كومون تكست. كومون تكست مستخدم في الكومون تايتل. مش هل نعمل مستاهل ان احنا نعمل فونت كامل ليه؟
عارف صراحة، لكن احنا بس الدنيا عندنا تمام، يبقى احنا خلاص هنستقر ان احنا يبقى في عندنا البريد كرام ده. بص يا حماد، هتخلي البريد كرام ده موجود هنا، والسامين دول برضه هتقوم نضيفهم، ما اعرفش ازاي تصرف. عايزين ايه؟ يعني هناخد السكشن ده، البريد كرام ده يبقى موجود هنا برضه في ال في مكان ده النيل بيج ماشي المكان ده، بس الاسهم دي تبقى موجوده برضه. ماشي، مفيش مشكلة إن شاء ماشي الله. يعني الزراير، وأنا كنت عامل بوتون، يعني كومبوننت اسمه بوتون، فده ممكن يكون حد عدل فيه، بس فهو اللي بوظ الزراير كلها. ده هو بقى فيه أكتر من كومبوننت اسمه بوتون كمان، إن شاء الله. ده فيه بوتونز وفيه بوتون. لكونش انت القانون، لا حاسس ان انت القانون. ما ازاي، ده 2 days انا بقالي كتير ما رفعتش اصلا. ده انا ماشي اللي عامله بس. ماشي يا احمد يا عاكي. طيب، من اللي احنا السيشن اللي عملناه من يومين، ازاي ننهانس الكود ده؟ نستعمل اوبجكت او سويتش فانكشن، نحط جوا سويتش. ايوه، جينا نقول الكونست فارينس من غير ما نشتغل معاه كده، ممكن يمسح كل ده. كده الدنيا منظمة وبقت الناس أكتر. إحنا عمالين نشتت في أماكن بعيدة. ماشي. أحتاجك يا أحمد إن أنت بريك رام مكرر. خلي البريك رام يبقى جزء من الكومبوننتس، هو جزء من اللي أوت أعتقد. أعتقد مور رياليستيك ان هو يبقى جزء من اللي اوت. أنا شايف كده برضه. ماشي خلاص، شيل اللي حط واحد وشيل التاني. هو موجود. نرجع الفايلات السكشن هيدنج، ده برضه كنت أنا اللي عامله. ده مش مستخدم غير في مكان واحد اصلا. هو البيج اللي أنا كنت عاملها. طيب إزاي ممكن، طالما هو ريليتد بالبيج نفسها، يبقى جوه البيج، طالما هو ملوش احتمالية تكرار. هو أنا مش فاكر، كان في جزء بصراحة. description section heading، لا مرجع. section كان section heading، وريني انت مستخدمه في section heading. الريليتد برودكتس اللي هو ده، هو تقريبا موجود في أكتر من مكان، فأنا عملت له. هو ممكن يتم استخدامه في مكان، بس هو مش مستخدم في مكان واحد. مش موجود غير هنا. هنخلي البحث بقى جوه السورس عشان يبقى أسرع. لا مش موجود غير هنا. طيب معلش، أنا هستأذنكم دقيقة وجاي. لحظة
معرض الشباب لقد أتيت. طيب خلينا نرجع ثاني عند ال الأستاذ الحلو ده، خليها في ال اب سلاش اندكس. اوكي ماشي. دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجة، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي احنا دلوقتي الاي بي اي عندنا في الباك اند شغالة كالآتي، ان اي واحد بيستخدم الموقع بيأكت از يوزر، سواء كان فعلا كاستمر او كان جيست. ففي الحالتين لازم عشان ابدا استخدم الاي بي اي بتاعت الباك اند لازم يكون عندي اكسس توكن. عشان نعمل حاجه زي كده نعمل ايه؟ نيجي نقول له هنا يوز وانس. يوز وانس دي عشان الشباب اللي محدش يعرفها، دي هي ايكويفالنت بالظبط للاستاذه دي بس مش اكتر. ده هو بيعمل نفس اللي انا كتبته من شويه. انا دلوقتي هنا هتشيك اف يوزر. يوزر ده عباره عن ايه؟ خليه هنا كده. فين اليوزر؟ يوزر عباره عن كلاس بيمانج اليوزر الحالي وبيجيب البيانات بتاعته من الكاش. في حد ما يعرفش الكاش او ما بصش على الفيديو بتاعه او ما استخدمهاش، الكاش هنا مين اللي مقصود بيه؟ اللوكال ستورج. لو جينا رحنا عند الانيت كونفج، لان احنا محددين هنا الدرايفر بتاع الكاش. لو انا شغال ديفلوبمنت بيبقى بلين لوكال ستورج، لو شغال برودكشن بيبقى انكريبتد لوكال ستورج. انكريبتد ده بيعمل ايه؟ بينكريبت الفاليو في اللوكال ستورج، فانت لو بصيت عليه مش هتفهم منها اي حاجه. فده بيحصل في البرودكشن بس، انا بين شغال ديفلوبمنت فانا عايز ابص على الكود نفسه، فخلاص بشتغل بالبلين. بلين هو بيخزن البيانات في اللوكال ستورج عادي خالص. فانا هنا بحدد الكاش درايفر اللي هسحب منه بيانات اليوزر، اللي هو الكاش كي دوت اللي هو اليوزر ده. فلما اجي اعمل لوجن هتخزن بيانات اليوزر جوه اللوكال ستورج باسم اليوزر اللي هي اليو اس ار دي. دي فكره الكاش. نرجع تاني هنا فبقول له يوزر از لوجد ان. هو هنا عشان يشوف كان لوجد ان ولا لا هيشوف اللوكال ستورج في الكي اسمه يوزر ولا لا. لو مش موجود عايزين نحمل اليوزر ده. فانا اروح عند الجيت جيست توكن. جيت جيست توكن ده عباره عن ايه؟ ريكوست بيروح على الباك اند سلاش لوجن سلاش جيست، مفهومه هيرجع لي ريسبونس. انا صراحه مش عارف ممكن يرجع ولا لا، انا لسه وضعت ما جربتش الاي بي اي. تعال نشوف ده هل هيشتغل ولا هيفرقع في وشنا. الله اعلم. فريش فيتش اكس اتش ار، دايما لما تيجي تشتغلوا بالنتورك فلتروا الريكوستات بالفيتش سلاش اكس اتش ار. هو كده دخل هنا لكنه اقول لك بص على التيرمينال، ما هو ما فرقعش. لا ده عشان نيكست كده. نيكست لاين. ايه ده فاكرين حاجه عدله؟ حاضر. والله فريم ورك سيء، والله سيء. حلو حلو. لانه مشهور جدا يعني. هو صراحه حلو بس مقرف يعني، هو مش وحش بس هو مقرف. كده رجع لي الداتا اهي. تعالى نبص كده هنا الريكوست الجست اهو، رجع لي بيانات اليوزر في الجست واليوزر تايب والاي دي. انا كل اللي انا محتاجه من الليله ديت اليوزر تايب والاكسس توكن، عشان الجست والكاستمر الاثنين بالنسبه لي او اليوزر بياكت از يوزر، بس انا عايز اعرف هو فعلا ده حد عامل لوجن اكونت ولا داخل از جست. زي ما قلت لكم الباك اند بيعامل الكاستمر او اليوزر العادي اللي هو اللي عامل اللوجن، واللي مش عامل لوجن از يوزر. ليه؟ عشان انا دلوقتي داخل كجست اقدر بعد كده ان انا اجيب الكارت بتاعته الويش ليست ايتم بتاعته بالاكسس توكن بتاعت اليوزر ده. فانا البيانات دلوقتي عندي جات لي، فاجي ناخد كده البيانات دي اقول له يوزر دوت لوجن وابعت له ريسبونس دوت داتا دوت يوزر. ممكن تقول هو بيعيد ليه بيعمل اتنين كانهم دلوقتي الباك اند اي بي اي عشان تاكسس اي اي بي اي بيطلب منك توكن حتى الجست. فانا دلوقتي لو انا دلوقتي الشخص اللي شغال ده مش جست، لو مش عامل لوجن يعني جست، بعمل ريكوست اجيب اكسس توكن للجست.
ليه اللي بقى؟ هي اللي موجوده هنا ايه، ليه يطلب من الجست اكسس توكن؟ عشان اقدر اعمل له تراك بعد كده لما يعني، دي بتختلف على حسب الباك اند ستراكشر، بس الباك اند اللي انا شغال عليها ديت ان انا دلوقتي بقول له لما بتعامل الجيست كنوع من انواع اليوزرز بتسهل عليا عمليه التحكم في الكارت مانجمنت، ان انا اقدر اضيف له ايتم للكارت عندي، ان انا اقدر اضيف له ايتم للويش ليست وهكذا، ان انا ممكن لما اجي مثلا يعمل لوجن ادمج الكارت ايتمز اضيفها في الاكونت بتاعه لما يجي يعمل لوجن وهكذا، فبيبقى عندي كنترول اكتر عليه، واقدر اعرف من خلاله هو انا فعلا كام يوزر زارني النهارده، كام اذا كان الناس عدد الزوار كجيست وعدد الزوار كيوزرز بس حد وهكذا. ما يقدرش يشتري حاجة غير لما مش يكون هيقدر، لا بإيه؟ بالظبط بالظبط، هو لسه هو بيتصفح الموقع. احنا دلوقتي عندنا نوعين او ثلاث انواع من الراوتس، البابليك راوتس، الجاردد راوتس، الريفرس جاردد راوتس. البابليك راوتس اللي هي صفحات اللي اي حد يدخل عليها، زي ايه؟ الاباوت اس، الهوم بيج، الميلز، المنيو. الجاردد زي صفحه التشيك اوت، زي صفحه الاكونت بروفايل، الاوردر هيستوري، الاوردر ديتيلز. الريفرس جاردد زي اللوجن ريجستر، اللي هو ما ينفعش يبقى يوزر عامل لوجن ويخش عليها. فانا دلوقتي اول حاجه خالص اصلا عشان المشروع يشتغل عندي لازم يكون اليوزر لازم يكون في اكسس توكن. طيب عشان الحته دي تشتغل معايا بشكل تمام بشكل مظبوط، انا اصلا عايز لو هو مش عامل لوجن يعني لسه اول مره فاتح الموقع، يعني كلير الداتا هنا، انا مش عايز اصلا يخش على الشيلدرن، مش عايز يرندر البيج، لازم اول اكسس او اجيب الاكسس توكن عشان الريكوست بتاع الهوم اصلا بعد كده مش هيشتغل من غير الاكسس توكن دي. فهنا انا ممكن اقول له هنا كونست از لودنج ست لودنج يساوي يوز ستيت. هنا از لودنج امتى هيبقى، امتى هيعمل لود؟ لو انا ما عنديش اكسس توكن. فبقول له هنا امتى هيلود؟ لو اليوزر مش لوجد ان هيعمل لوجن. فهنا دلوقتي لو خلاص اليوزر لوجد ان يبقى له سيت لودنج ترو. ممكن انا اقول اف is loading return مثلا ايا كان، تعالى ناخد السنتكس دي فوز على اللي بس الاول ريفرش. انا شفتوا كلمه loading اللي ظهرت فوق دي كده. ممكن هل انا محتاج ان انا اعملها كده؟ لا، ممكن اصلا اخليه return null، ما رجعش حاجه اصلا من خلاص، اكن الصفحه لسه بتحمل. ممكن اعمل حاجه زي كده بس ثانيه عشان في حاجه غلط. هو ليه اصلا بيدي لوك؟ ليه بيعمل لوك كل مره؟ يوم ما لوكش كل مره فولس فولس، ما صح كده؟ حاسس في فلاش اسود كده بيحصل، حد شايف الفلاش الاسود اللي بيحصل ده؟ ايه سببه؟ صار بيحصل في جميع الاحوال يعني بصرف النظر عن عامل لوجن. طب ثانية كده، لو انا خدت ده كده دول كده او شلت دول كده خفيت دول كده، ما الذي سيحدث؟ موجودة برضه. طب نخفي تيل ويند، وتيل ويند برضه ما بتظهرش. أعتقد ملهاش علاقة بالديزاين، ممكن حوار الاف بتاع اللودينج ده ما ملهاش علاقة. ما هي بتحصل برضه ملهاش علاقة. كومبوننت ايه ده دي التوب روت اصلا، دي التوب روت كومبوننت يعني دي بتشتغل في جميع الاحوال. طيب لو شلنا ماتين بروفايدر ما الذي سيحدث؟ فرقع خالص.
غالبا ده عشان التيم موبايل ده هندخل على صفحة مثلا زي الأباوت دي المفروض مفيهاش مانتين برضه زعلان. هذا موجود فين؟ current slide مانتين برضو. هذه كان router configuration باشمهندس. هات كده الفايل بتاع ال app slash index فوق بقى خالص. ده أول في ستايلات هنا في أول سطر خالص. عشان ما أعتقدش إنها تفرق يعني، بس هنجرب. هي ظبط، بس هل ظبط بسبب دي ولا بسبب التانية؟ لا، بسبب التانية. في حاجة غريبة تانية بتحصل. انت عارفين ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان هي اختفت. احنا شلنا كل حاجة ورجعناها تاني بس الدنيا اختفت. دي من ضمن المشاكل اللي هنقابلها يا جماعة. التكست ده عايز يغير لونه. اختفى الكيش، ممكن تشيل الكيش منه؟ ملهاش علاقة. كاش ايه اصلا؟ طيب فهمنا كده الحتة ديت. دلوقتي يبقى في عندنا بيانات لليوزر اهي. فانا دلوقتي عندي اليوزر تايب موجود اللي هو الجيست. فانا اصلا اقدر اعرف اذا كان اليوزر الحالي ده اذا كان جيست ولا لا عن طريق الفانكشن اللي انا ضايفها دي. هل هو اللي بتاع نخليها دي اسمها يوزر تايب؟ خليها يوزر تايب. جيت دي بتجيب فاليو من الاوبجكت بتاع اليوزر. البيانات دي عايز مثلا اجيب الاي دي مثلا، ممكن حتى انا اقول له جيت جيت يوزر اي دي بابليك جيت اي دي ريتيرن ريست جيت. اعتقد ان هي متعرفه في الفانكشن بس انا اخليها برضه. عايز اجيب النيم فممكن اقول له يوزر دوت جيت نيم ايا كان. فده كده بالنسبه لي الصفحه بيانات اليوزر عندي اتحمل الجيست توكن اتحملت معايا لغايه اللحظه دي. دي مالهاش لازمه، ممكن اعملها امبورت على طول بشكل مباشر. لغايه هذه اللحظه هل في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ احنا كل اللي احنا عملناه عملنا السيت اب بتاع الاند بوينت اختصارا يعني. ده عندنا شايفين بقى الحته دي هنا اوتوماتيكلي اون سكسس لما بلاقي يوزر راجع بيابديت بيانات اليوزر. فيمكن نخليها بدل اللوجن نخليها ابديت ابديت بيانات اليوزر. يعني هو تكنيكلي انا ممكن ما احتاجش نعمل سطر ده، بس انا هسيبه كده كده عشان ما ابقاش لخبطه. ليه؟ لان هو الايفنت ده بتاع الاون سكسس بيشتغل لما الريسبونس يرجع. الريسبونس لو رجع في اوبجكت اليوزر بعمل ابديت للبيانات الكرنت يوزر. واحد يا شباب بس كده. ده بالنسبه للجزء. طيب تعالوا نعمل اكونت. المشكله ان خالد ليه ما رفعش اخر ابديت. تعالوا نعدل عليه احنا عشان هو شغال باكج من الاعداء تقريبا رياكت هوك فورم. حضرتك سايبه؟ لا ما سبته عدل عليها بس عشان عنده في الشغل دلوقتي. ف يمكن هو شبه خلصها يعني تبعت النهارده. اسيبه؟ ده فيها رفض. اسيب مين؟ طيب فعلا فرض على الفاضي يعني ان انا اقعد اعمل كل ده ليه؟ طيب تعالى اشرح لكم سريعا كده ازاي ممكن نعمل نشتغل بالاكت فورم بشكل سريع عشان حياتك تبقى اسهل كتير. نعمل فولدر كده اسمه فور ونحط جواه تكست انبوت. خلي فايل عادي
تجست انبوت. طيب انا الفايل باي ديفولت هياخد الفورم كنترول بروبس دي، تاخدها من الباكج عادي خالص اند، واي بقى حاجه ثانيه انت عايز تحطها في حياتك. هنا الموضوع بيشتغل كالاتي، ان انا بستخدم هوك فاليو وتشينج فاليو يساوي يوز فورم كنترول، ده ببعته كل البروبس اللي اهمها بروب النيم، ده اهم حاجه فيها. تشينج فاليو دي غلط. دلوقتي انا هاجي اقول له هنا تكست اسف انبوت، طيب تكست بليس هولدر لو موجود عندي هنا ممكن هل بليس هولدر اذر بروبس. اليوز فورم كنترول بيبقى فيه مجموعه من البيانات بيرجعها والباقي بيرجعه في اذر بروبس، زي مثلا البليس هولدر ده فممكن اقول له اذر بروبس دوت بليس هولدر. الفاليو باخدها من الفاليو. طيب اللي تشينج بقى نفسها اون تشينج الانبوت بتاع الديفولت ايفنت هو اوتوماتيكلي يبقى جواه الاي دوت تارجت دوت فاليو. التشينج فاليو مش عايز غير فاليو بس، فاقول له هنا تشينج فاليو اي دوت تارجت دوت فاليو زي ما الراجل كتب ده معايا كده بالظبط. وضحت؟ فده البليس هولدر، ده التكست، ده هنا بقى الكلاس نيم بقى حطوا بقى اللي انتوا عايزينه بقى. مش عارف والله يمشي مع الراجل الطب ده يمكن يطلع لنا كلاس حلو. تعالوا نجربه كده. تعالى بالمره نحط الليبل. طيب الليبل كلاس نيم، دينا بقى كلاس نيم حلو كده. هنا HTML4 الاي دي عشان اخده باخده من الهوك برضو. الهوك هو بيعمل ايه؟ لو مبعوث للكومبوننت اي دي بيبعته زي ما هو، لو مش مبعوث بيكريت واحد جديد. في تاني كده يا باشمهندس اخر الحته دي هقولها لكم حالا، لحظه واحده بس. دلوقتي انا عملت كل الكومبوننت دي بالشكل ده. هنا اوتوماتيكلي الاي دي اللي بيرجع من اليوز فورم كنترول هيبقى اللي هو نيم، هيتضاف في الاتش ام ال 4 بتاع الليبل وهيتضاف في الانبوت. طيب ما ضفتش الاي دي، الهوك اوتوماتيكلي لو ما لقاش الاي دي موجود بيجنريت اي دي، ده بيبقى فايدته عشان نستخدم على الليبل بدل ما تقعد تكريت لكل واحد لازم تقعد تبعت له اي دي، لا هو اوتوماتيكلي بيكريته لك فبيريحك في حته الليبل انك تلينكه بالانبوت بتاعك. وضحت؟ فانا دلوقتي بدل ما اعمل اللفه الحلوه دي وبالايرور بالمره، تعال الاول نخليها واحده واحده ما كانش موضوع الايرور ده. تكست يعني انبوت يعني كده هيبقى في اكتر من عنصر واخد نفس الاي دي؟ لا هو الليبل بس، يعني الانبوت هو اللي واخد الاي دي والليبل بيسنك عليه اتش ام ال 4 بس الانبوت هو اللي واخد الاي دي. نيم وليكن مثلا نيم هنا بليس هولدر انتر يور فول نيم. تعال نشوف كده الانبوت فين يا احمد الانبوت. اهو ايه الانبوت الضخم ده، هو حلو الصراحه بس عملاق بشكل مرعب. مش حضرتك اللي قلت كلاسات حلو ما رجعناش ورا الراجل سواء مش للدرجه دي يعني. هو مديله هايت ولا ايه؟ طب ما انا شايف الكود منطقي الصراحه. هو تقريبا ممكن يكون حد مدي للتاج بتاع الانبوت نفسه بادنج باي ديفولت. تعال نشوف. هو البوك بتاع اسمه ايه بوكس ده واخد 8. مين بقى مدي 8؟ register 5 input. طب ما بس هي برضه 8 بتس. طب خليه واحد. مفيش ممكن تحط علامة تعجب قبل البادنج عشان يبقى important يعني عشان كده high priority. انا مستخدم تيل ويند يا ابني important ايه؟ هو في تيل ويند ما يتعمل برضه. لا يا راجل
والله اصلا في حاجه غلط يعني، حتى ملهاش علاقه ده بادنج، البادنج اصلا صغير، الانبوت نفسه اللي كبير يعني. بص البادنج اللي هو اللون الاخضر ده مش كبير، هو الانبوت نفسه هايب غريب، الانبوت الهايب بتاعه 52 بكسل، جاب منين الهايب ده كله؟ هل عشان ديسبلاي بلوك؟ لا ملهاش علاقة. طب جربت ممكن عشان اللي جنبه واخد فليكس فبيخلي من نفس الطول. ممكن، بس هل الجنب اصلا فليكس؟ طب احنا نطلعه بره الفورم خالص، ما الذي سيحدث؟ هو بياخد الطول من اللي جنبه لا اعتقد ان هو وبيخلي بسبب ال، طب تعالى نخليه في اللي جنبه بسبب الجريد في الغالب. طب جرب كده تعملوا جريد ستارت او ايتمز ستارت تقريبا مش فاكر. ايوه بس هو ليه، ليه الكلاس دي عامل خلاص الفورم ده؟ واحد منهم هو ال، هو بسبب الجريد اللي عندي. وليه اصلا يعني ليه حد يعمل حط له ليبل من فوق ترو يعني زي ايه؟ حط له يعني ليبل من فوق زي الفيست نيم ان شاء الله يظبط. تفتكري؟ هو عامل كده علشان ال الكومبوننت اللي جنبه اكبر من العين بتروح فين؟ اه ده جنبه هنا بس، لا ده كده ده غالبا عشان بسبب الجريد، ممكن ده ممكن حط جوه ديف هو ممكن عشان ياخد بلوك هيتظبط دلوقتي. لما تخلي هو التكست انبوت ده من جواه يعني الليبل والانبوت كلهم في ديف بدل ما يبقوا في فراجمنت كده هو المفروض يبقى سبان، لان انا دخلت ولا خليه ديف، ديف. خليه ده مش مشكلة. ماشي والله يا سلام، يعني ايه خبرتي بال، هو تو فوكس لماذا لم يأوتو فوكس؟ هل انا اصلا ما طلع من هنا؟ المفروض إن هي تبقى جاية هنا. مش المفروض ال HTML4 دي هي تعتبر اوتو فوكس؟ إيه؟ مش ال HTML4 دي تعتبر اوتو فوكس ولا ايه؟ تقصد ايه؟ ده لما HTML4 ديت لما بكليك على ال امال ال اوتو فوكس دي بتعمل ايه؟ الفوكس ديت اللي هو أول ما أفتح الصفحة دي يفوكس على الانبوت بشكل تلقائي. هو احنا ضفنا ال other verbs لل input اصلا؟ اه جدع، بحب انا الناس الصحيحة. ايش؟ ايوه كده، الليبل عشان الكليك كده، لما يكليك على الليبل يفوكس على الانبوت. عايزين بس نزود هنا الكورسر. طيب دلوقتي نزود حتة كمان، حتة الفاليديشن بقى. دلوقتي احنا عملنا الانبوت اهو عادي خالص، الليبل مش عارف ايه، احنا عايزين نبقى required. عشان يبقى required عشان نيجي نشتغل نبدأ نعمل له rules، هنيجي هنا كده نقول له dot default props عادي خالص، وعرف variable اس، في اسمه rules عبارة عن array بياخد مجموعة من rules، ه import ال required rule. required rule عشان تشتغل لازم أكون بعت البروب ده، ولازم يكون البروب ده يكون مبعوت للهوك، عشان أغلبكم أصلا بينسى الموضوع ده ويعملوا destruct من هنا. طيب أنا عايز أعرف إذا كان هو لو هو required اقول له props dot required، sorry props dot required and دي له الاسبان الحلوه دي.
هو الزيت واقف ولا ايه؟ تقريبا نفس التشكيل، هي هيكون عندي برضه واقف. المتقطعتين. ما يكونش النت قطع تاني. باشمهندس حصل الصليب في الميتنج، ما تاخدش مني حسن اصلا. ايه؟ بتقولي ايه؟ بتقولي باشمهندس حسن ايه؟ لسه موجود في الميتنج. ما يمكن معلش ولا حاجة. هو انا من النوع كده مش واضح او صوتي مش واضح. الصوت بتاعك ما بيبقاش واضح في اغلب الحالات يعني. خرج اهو يا ستي، تستحقيش. هو كده غالبا النت فصل او حاجة، ممكن يبعت لنا رسالة على الجروب. يا علي يا علي يا عمار يا عمار، ازاي تعمل ترانزليشن؟ تعالى ايه؟ خلاص يعني، تعالى خلاص يعني. تعالى يا حبيبي. بس لسه ميتك يعني على الشغل ان شاء الله حلو. كنا بنقول عليه عندي، كنا بنقول على الشغل كويس وانت مش موجوده في ميتك. ايه ما سمعتش حاجة. بقول لك تسلم ايدك على الشغل حلو قوي، يعني صح في الاول كنت عامله جدا. كنا بنتشرف في الشغل وانت مش في ميتك. تسلمي يا باشمهندس صاحب، تسلمي. انا مش سامعك بتقولي ايه. بقولك تسلمي. الله يسلمك، ما شاء الله عليكي شطورة. الله يكرمك. هو باشمهندس حسن بعت ان انت فصلت، فغالبا كده بقى هنخرج. خلاص تمام ماشي. ماشي وتسلمي تبقى شباب جميعا، يعني ما شاء الله شغلك التوتال حلو قوي. الله يكرمك، كتر خير. باشمهندس حسن ده المايك مقفول، احنا موجودين بس المايك مقفول يا باشمهندس. مش تقولوا يا جماعة ان بيقول انا عمال اتكلم واسترسل واشرح،
بالعكس انا شويه عمال احنا موجودين ولا مش موجودين. انا من شويه انا ما خدتش بالي ان النت فاصل اصلا الا المرسله دي. انا عمال اتكلم مش واخد بالي. لما لقيت الرساله ديت قال لك سبورت بلوكس كونكشن قلت يبقى في خازوق في النت. اما اسالكوا كده ما حدش بيرد قلت يبقى ربنا يستر. خلينا نطلع من الميتنج ما تفيريفاي كده يا باشا وخليك حلو. ثانيه نشوف ده ازاي نعمله فيريفاي. الجبان هو احنا وقعنا من وقت ما حضرتك عملت اللي هي الريكوايرد بتاعت اللي هي ستريكت دي اللي فوق بجد؟ انا مش فاكر اصلا ايه الفايل. الجزء بتاع البوتن ده شفتوه؟ لا الجزء ده كان خليني اوريكم برضو الجزء اللي اتعدل ده. هو كان معمول بالشكل الغير ادمي ده. كان معمول بوتن جوه لينك فانا غيرته وخليته يبقى بوتن عادي خالص. شلت اللينك كمان والفورم فوق مسحت الفورم بتاعت رياكت هوك فورم استخدمت بتاعت الباكج. ما عرفش تكون شفت الحته دي ولا لا. وهنا الجزء بتاع الايرور لما يجي يعمل سبميت انا محتاج اظهر الرساله بقى. اللي بيحصل كالاتي ان انا بعرف للهوك ايه الرولز بتاعتي من ضمنها حته الريكوايرد. انا بعت له الريكوايرد رول معنى كده ان الانبوت ده لو ما بعت له بروب ريكوايرد بترو وهو ملوش فاليو يعني الفاليو بتاعته فاضيه ساعتها هيرجع لنا ايرور مسج هنا. فممكن نيجي هنا نعمل لها ريفرش او ندوس كريت اكونت تطلع لي الايرور بتاعي. مجرد ما ابدا اكتب الايرور بيختفي امسح الايرور رجع تاني. فده طبعا احسن بكتير من الموجود حاليا لسبب لان دوت كل ايرور بيحصل هيريندر الكومبوننت بالكامل كومبوننت الريجستر كلها. فدي حد ما فهمهاش والعادة تاني التكست انبوت احنا دلوقتي نعم الايرورز دي احنا بنفكر بنهندلها بايدينا اللي هي لو لينس يعني زيرو او كده فبتظهر ايرور فهو اوتوماتيك بيهندلها لوحده. تاني كده معلش مش الايرورز دي احنا بنهندلها بايدينا لو لينس مثلا زيرو يعني تظهر له هو بيهندلها لوحده من غير ما لا بصي الرياكت مونجز اكت فورم هي في كذا مجموعه من الرولز اوتوماتيكلي بتهندلها زي مثلا الريكوايرد. انت مش محتاج انك تكتبي اي ايرور مسج هو اوتوماتيكلي بيهندلها لك بشكل تلقائي. يعني مثلا جينا من لينث يعني كنت مع الصدمه ولا لا اهي من لينث مثلا الرول دي اوريدي اكسبورتد من الباكج. مجرد ما بتعرفيها من ضمن الرولز وبعتي هنا من لينث بخمسه مثلا ساعتها هو اوتوماتيكلي الفاليو اقل من خمسه هيبدا يطلع له ايرور. فدي كده اللي هي ممكن تقول عليها البيلت ان رولز. انا ممكن اعمل كاستم رول خاصه بيا مثلا ممكن اقول له هنا هنقول له مثلا اول لور كيس رول عايز الحروف كلها تبقى لور كيس. طب دي تبقى ماشيه ازاي؟ لو جينا هنا عند الكاستم اهي كاستم رول هو بيقول لك الموضوع باختصار ماشي ازاي. الرول بتعرف لها فانكشن عاديه خالص تعرف لها كلمه رول اسم الرول ايه اللي انت هتشتغل عليها. فانا اقول اكسبورت مثلا كونست الرول نفسها بتاخد الفاليو واي بيانات تانية. انا هنا في الكيس دي مش عايز غير الفاليو تعال نعمل لها لوج كده مثلا للفاليو دي. لو عايز تكتب باسورد في بقى حروف وارقام ولور وابل كيف دي انت تعمل الرول اللي انت عايزها. يعني مش متذكر ان انا كنت عامل لها رول لحاجه زي كده بس تعالى مثلا كل مره هو بيجي يكتب او بيابديت اوتوماتيك هنلاقيه دخل على الرول عندنا. بص هنا كده. طب انا عايز مثلا اقول له لا ده انا الحروف ديت لو لقيت فيه حرف كابيتال check if the value has any upper case if so then return an error message to enter only lower case letters. فانا ايه اقول له if ممكن اجي اعمل ال او ممكن نعمل حل حلو نقول له فاليو ايوه لا تساوي فاليو دوت تو لور كيس ريتيرن هنا ريتيرن بليز انتر لور كيس. طب
طيب دلوقتي هاجي اكتب حروف شغال عادي خالص، امسح الايرور شغال. هكتب اول حرف عشان في ايرور هنا، يوجد ايرور هنا. هنا ممكن اقول له if not value return كذا من حاجه. هنقفل الايرور ده. ليه زعلان؟ مش احنا المفروض ندفع في الرولز تقريبا نكتب اسم الـ value dot rule؟ احنا ما عملناش الخطوة دي. value، لا ثانية واحدة، dot lower اعتقد شيك سمعته lower case. قلت لي يا بتقول احمد في خطوة ان احنا بنعملها كرول يعني غير الفانكشن دي. لا 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 مش دي النقطة، ثانية بس. جيس تو لور كيس هي اسمها كده، ما هي اسمها كده، ما انا زعلان ليه؟ او بقول ان الفانكشن دي اصلا هو الايرور بيضرب بسبب بيقول لي فاليو دوت لور كيس از نوت ا فانكشن. هنشوف هو الايرور ده زعلان ليه يا عم. انتوا بس كده، حد يقول لي ايه المشكله؟ ما حدش يعرف، هو اشتغل لوحده برضه. هنعمل ريفريش مره ثانيه. بس كده، بليز انتر اونلي لور كيس. فانا كده بعرف اي رول انا عايزها. اللي انت بتتكلم عليه ده احمد، لو انا عايز اخلي الرول تشتغل يعني مثلا عايز الرول تشتغل كونديشن معين. بس عموما خلينا دلوقتي بدي، عشان مش عايز اخلي محور السيشن تبقى على الفون ده. انا لو عايز استخدم كاستم رول، بس انا مش محتاج استخدمها في الغالب بنسبه 90% مش محتاج استخدم كاستم رول. كل الايرور مسجز الموجوده يعني موجوده تقريبا بحوالي 6 أو 7 لغات ترجمه، فمش هتحتاجوا تترجموا اي حاجه. يعني مش محتاج ان انا اكتب هنا في الانبوت المسج ايرور بتاعتي، لا هي اوريدي موجوده عندي. الباكج بتندرج في الفايل. لحظه واحده في حد يا شباب ما فهمش التكست ايمت ماشي ازاي؟ اعتقد الموضوع بسيط يعني. هو انا كل اللي انا بحتاجه نيم بيتبعت للكنترول وفاليو وتشينج فاليو عشان استقبل او اتحكم في الفاليو بتاعت الايموت بتاعي من الايموت اللي انا اشتغل عليه، بصرف النظر بقى هو الايموت ده جاي من اي يو اي فريم ورك. فهي دي فكرتها اصلا، هي هيدلس يو اي يشتغل على اي فريم ورك مش هتفرق معاه. بعد كده بهندل الرولز، الايرور بتاعت الرولز عن طريق الايرور دوت. لو ما فيش ايرور خلاص دي بتبقى نال، فعشان كده بحط التشيك ده. عايز اضيف اي رول فتقريبا في عندنا حوالي 12 13 رول تقريبا، اغلب الحاجات اللي ممكن تحتاجوها تلاقيها موجوده. دي فكره الباكج هنا. هل في حد محتاج يسال عن حاجه في الجزئيه دي؟ ليه عكست قيمه اللي هو كيس؟ ليه ما كتبتش ابر كيس؟ ليه ما كتبتش اور كيس؟ لان انا بقوله لو الفاليو مش لور كيس. ما هي لو هي مش لور كيس هتبقى ابر كيس. لا لان انا لو هي مش لور كيس فانا عندي حالتين، ان هي تبقى ابر كيس وان هي تبقى ميكسد ابر ولور كيس. الاثنين دول لا يساوي لور كيس. فانا لما اجي اقول له لا تساوي لور كيس، فهي اصلا لو هي مش بتساوي لور كيس فهتبقى حاله من الاثنين، ان هي ابر كيس فهي فعلا لا تساوي لور كيس لان هي ابر كيس، او تبقى ميكسد لور وابر كيس. فما ينفعش استخدم تو ابر كيس لان انا عندي حالتين. ما هو هيمشي على حرف حرف، اول ما يقابل الابر هيطلع ايه؟ طب انا ليه امشي على حرف حرف؟ ما انا اشوف كل يعني السترنج على طول ليه اقعد الوب على كل حرف؟ ما كومبير ما بين الاثنين بالفاليو على طول، يعني اقول له فاليو لا تساوي فاليو دوت تو لور كيس. ليه امشي على حرف حرف؟ ما اشوف السترنج. طيب مش احنا ممكن نحاول الايمت اصلا للور كيس وخلاص ده غير ما طلع له ايرور؟ ايه؟
نخلي الانبوت لور كيس من غير ما نطلع له لا انا بقول لو انا عايز اطلع له رساله ان انا هو اللي يكتب لور كيس، انا هنا دلوقتي بعمل فاليديشن مش بعمل كونفرجن، في فرق ما بين الاثنين. عمليه الكونفرتنج ديت انا ممكن اعملها برضو من ال من الهوك اعتقد هنا ترانسفورم فاليو قبل ما تتخزن، ممكن اعمل الحته اللي تقول عليها عايز اخليها كده مثلا، دي ممكن استخدمها عشان ما يخزنش ال ما يخزنش ال يمسح مثلا المسافات اللي في الاول في فلو انا عايز اعملها ترانسفورميشن. هو ازاي الايرور يا باشمهندس قاعد بيتنقل كده ما بين الرولز؟ يعني المسج بتاعت الايرور اللي حضرتك مهندلها اللي هي العاديه بتاعت الريكوايرد رول اللي هي العاديه اللي هي لو اصلا المكان فاضي مفيش فاليو فبيطلع لي ان الانبوت ده ريكوايرد. في الحاله الثانيه الحاله اللي احنا لسه عاملينها الرول اللي احنا عاملينها لور كيس حضرتك عملت ريتيرن لتكست معين يظهر لي، ازاي بقى الرول يعني في ورا الكواليس كده قاعد يتنقل يمسك دي ودلوقتي يمسك دي؟ مين ممكن يجاوب على السؤال ده؟ يعني لو جينا مثلا ضفنا لها مين لينس رول، مين لينس رول دي عشان تشتغل لازم ابعت لها بروب اسمها مين لينس او مثلا 8. لو جينا كتبنا ومسحنا ده اللي باشمهندس ايمن تقصده، ازاي ده ممكن يكون بيحصل اندر ذا هود؟ مين يقدر يجاوب لنا على السؤال ده؟ طيب اجاوب انا. الموضوع ببساطه ان الهوك بيلوب على الرولز دي وبيفاليديت كل واحد فيه لوحده، يعني مثلا الريكوايرد لو ما رجعش فاليو ما رجعش رياكت نود بيعمل له سكيب بيدخل على اللي بعده، دي رجعت ايرور يبقى هياخد الايرور دوت هو اللي يستوب مش هيكمل بقى. يعني مثلا عندي ماكس لينث رول مش هيخش عليها، مجرد ما اي رول منهم ترجع فاليو رياكت نود بمعنى ادق ساعتها هيوقف اللوب ومش هيكمل على باقي الرولز، يبقى ده الايرور اللي هيرجع. طيب جيت مثلا في الكيس ان انا دخلت هنا او فيلد دوست ان انا سبميت انبوت ريكوارد، ليه اصلا طلع لي سالت؟ لان هو عمل لوب عليهم جه عند اول واحد ما عملش يعني مش فاليد بالنسبه للرول دي، يعني عمل فاليديشن اجينست الرول دي ما طلعش فاليد، فساعتها هياخد الايرور اللي بيرجع منها اللي بتريتن من الرول دي هو دوت اللي بيرجع في الكي بتاع الايرور هنا. طيب لو هو فاليد يعني ترو ساعتها هيسكيب ده ويدخل على اللي بعده مين لينس، هيشوف نفس القصه لو الفاليديشن بتاعها مش تمام يبقى هياخد الايرور مسج ويرجعها، الدنيا تمام المفروض انه ما يرجعش فاليو، يعني الرول اللي بتعمل لو رجعت اي تكست او اي فاليو هيتعامل الفاليديشن هنا فيلد ما عداش وهكذا، عدى عليهم كلهم من غير ما يرجع اي ايرور خلاص يبقى الانبوت ده بالنسبه لي فاليد. وضحت؟ اه ماشي اوكي. طيب تعال نكمل بشكل سريع كده الاستاذ، انا بس عايز افتكر ال نخلي ماي فيرست نيم لاست نيم. ماشي تعال نضيفهم كده بسرعه، فيرست نيم خلي ده كده فيرست نيم، فيرست نيم عايزين نغير دي هانس نيم خلي هي وليبل بليس هولدر ماشي لاست نيم. طيب دلوقتي هنبدا نعمل الايميل. الايميل هو بيسكلي هو زي التكست انبوت لكن الفرق ان هو فيه الرولز هتختلف شويه والتايب بتاع الانبوت مش هيفرق معايا في حاجه بس خليه برضو بايميل. تعال نشوف ازاي ممكن نعمله. ايميل انبوت ده برضو نفس القصة، انا ما عنديش هنا حاجة زيادة ممكن اقولها فانا اقول له فورم كنترول بروبس. هنا احنا هنستخدم ريوزابل كومبوننتس مش هنغير اي حاجة هنا، اقول له ريتيرن تكست انبوت خده من ايه اخوك اللي جنبك ده ابعت له بروبس. هزود بس هنا على الحتة دي ان اقول له بدل ما اخليه هنا هاجي هنا اغير الرولز بتاعت دوت ديفولت بروبس
رولز هتبقى عندي الريكوايرد رول، هما اتنين مهمين عندي، والايميل رول. انا اتاكد ان هو ايميل وان هو بقى ريكوايرد. الطيب انا بعته هنا عشان يشتغل معايا هنا، انا اريد الطيب موجود هنا، فانا ممكن في الكيس دي اطلع ده هنا كده اقول له other props dot type or text. وضحت؟ ممكن لو مش عايز اعملها بالسنتاكس ديت ممكن اعمل، بس انا هحتاج الطيب عشان الطيب هيتبعت هنا فلازم اخليه بالمنظر ده. او ممكن اقول له props dot other props props dot type او text. فانا هنا الايميل هيستخدم نفس كل حاجه في التكست انبوت، لكن الرولز هي اللي هتختلف والتايب بتاعي هيختلف. فلو جينا هنا ده طبعا مش اوتو فوكس، هنيجي نكرر ده ايميل انبوت جنب اخوك. انا نبص كده ريفرش، الايميل مش مترجم، انا هترجمه. هو غالبا موجود، انا متاكد الايميل موجود، ايميل ادرس. خلاص غير الكلمه خليها ايميل ادرس. زي ما قلت يا شباب اهم حاجه النيم، اهم حاجه في الليله ديت، لان ده اللي هيتبعت او ده اللي هيتمسك في حاله السبمشن، ايميل ادرس. نمسح بقى طول الكلام اللي ملوش لازمه ده. فاضل لنا فون نمبر والباسورد، ماشي نمسحهم واحده واحده. ماشي نعمل فون نمبر بالمره، فون نمبر مش هخليه ريكوايرد. في حد ما يعرفش ازاي بس سلكت على الثلاثة اكتر من فاليو مرة واحدة وعدى عليهم مع بعض؟ هل يوجد احد من بس سلكت التكست نفسه بعد كده دوس كنترول دي سلكت اللي بعده كنترول دي كده عامل سلكت على الثلاثة دول كنترول دي هنا دلوقتي بقى حرك بالكرسر عندي. بصوا كده بقى في عندي اربع كرسرز هنا اهو. طبعا يا جدع انت اهو 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 اهو، فمجرد ما اكتب اتحرك هنا اكتب اتنين كتاب عن الكل. كنترول واحد. دي ايه كنترول دي اه. طب خلصت كتابه وعايز اطلع من المود ده ادوس اسكيب، خلاص رجع للسنجل كرسر بوينتر. مش عايزين محتاجين فيش عن الاختصارات دي يا باشمهندس. لا حضرتك ممكن تجتهدي فيها اشرح فيها يعني. انا عندي مشكله فعلا ان انا بنساها. طب ما يعرف ما تستخدمهاش يعني، انا ذنبي ايه؟ يعني انا مثلا بقالي اسبوع اسال حضرتك الحاجه اللي احنا كنا بنعملها عشان نشغل الزوم، يعني سالتك كذا مره، انا محروج اسال حضرتك تاني يعني من كتر ما انا. بلس لا ما في حاجه بعملها قبلها، ما في حاجه قلت لي اشغلها. لا هو ستارت وزيرو، ستارت وزيرو ستارت بلس، والله ما فاكر بس كان تعالى نقفلها كده نجرب. لا ستارت بلس، ستارت بلس هو اللي بيفتحها اصلا. وبعد كده ازوم من كنترول واللي الت كنترول والباليه فوق وتحت. تعال نعمل الانبوت بتاع الباسورد بالمره. لا الانبوت بتاع الباسورد هيبقى فيه اختلاف صغير هنتكلم عليه دلوقتي. فورم كنترول بروبس ده برضه بقى نفس تكتبيها ايه؟ ولا تكتبها فرق عشان ما تنساهاش. ماشي اقول لك لا and هاجي هنا باسورد رولز. هنا الرولز بقى عندي تبقى مختلفه سيكا ريكوايرد رول و ثانية الباكج لسه موجود لغايه دلوقتي. مين لينس رول مثلا وكمان ماتش رول. هنتكلم عن الماتش رول دي دلوقتي. هنا اقول له انا بس عايز اتاكد صراحه لان انا مش متذكر كانت الماتش اسم ال ماتش. ماشي ماتش ان هو ماتش الاليمنت ولا لا. فنيجي هنا ده يا جماعه ده استخدام عملي ازاي استخدم الكومبوننت اكثر من مره يبقى ريوزابل بمعنى ادق. باسورد انبوت انبوت نيم باسورد بليس هولدر فانس باسورد ليبل ترانس باسورد باسورد. اوكي المفروض يبقى شغال معانا مفيش مشكلة.
ده required. اوكي دوبلكيت الاستاذ ده برضه نقول له هنا confirm password. ايه المفروض دلوقتي ان الاثنين هيشتغلوا عادي خالص؟ اكتب ده كده امسح ال required room ما اشتغلتش. ليه يا ترى ما اشتغلتش؟ انا معدل فين بس لا الاثنين المفروض ان هم شغالين. نرجع تاني password rules require rule minutes rule match rule. اوكي ماشي. طب ده المفروض شغال عندي، هاجي برضه امسح بيك كده. طب انا عايز اخلي الاثنين يماتش بعض. الكيس دي هحتاج ان انا ادي للانبوت التاني ده اي دي عشان يماتش مع، مع اني بفكر خليه تبقى قدام بالنيم. سوري العكس، انا عايز ادي للباسورد اي دي باسورد انبوت مثلا، فانا اقول له هتماتش الاستاذ ده باسورد انبوت. دي نعمل ريفرش، هكتب مثلا 1 2 3، هكتب هنا 1 2. هو ليه ما اشتغلش؟ مش بالاي دي تقريبا، انا كنت شغال هو بيها بالنيم بالنيم. بالنيم انا عدلتها تبقى بقت بالنيم. تعال نشوف كده الدوكيمنت كتب فيها ايه. انبوت نيم غالبا دي كانت في الاصدار القديم. انبوت نيم، اني اسف امسح الاي ده بس هنا هيماتش الايه الانبوت نيم بتاعه. فانا دلوقتي هاجي اكتب هنا لازم الاثنين امسح هيزعل وهكذا. ده الباسورد كونفيرم باسورد، ونمسح الاستاذ ده والاستاذ ده برضه لازم. يعني بدل الاولاني نيم والتاني ماتش نفس النيم صح كده؟ بالظبط، ما انا عايز الكونفيرم باسورد يماتش الانبوت بتاع الباسورد. تمام بس كده. كريت اكونت بقى، كريت اكونت سبميت، اشمعنى دول الضم ان هو ريكوايرد؟ طب ليه ده ما هو ايه النجمتين اللي فوق في الفيرست نيم ثانية واحدة، في كذا نجمة متكررة غالبا والله اعلم. لوكالايزيشن صح كده؟ انا قلت ايوه محطوطة في اللوكالايزيشن. انا اول ما استخدمت اللوكاليزيشن دي كنت بحط فيها علامه الاستفهام برضه. ايه علامه الاستفهام دي؟ كنت يعني كنت بغير علامه الاستفهام. ما شاء الله. طيب دي كده عندنا الانبوتس بتاعتنا، الدنيا كده بقت منظمه. اوكي الله ينور يا باشمهندس، الباكج جميل جدا صراحه. ربنا يكرمك يا رب. احنا مش عايزين الباراجراف ده، محدش يحط يا جدعان حاجات مالهاش لازمة. دي والله بلاش الباراجرافات اللي ما اعرفش الناس بتحب الباراجرافات ده. يعني ده طبعا يعني لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا دين ولا اي ملة المعمول ده. ليه بقى؟ عايز اللوجو ده، عايز الايمج دي. اجي كده هنا اروح عند فولدر الشيرد، ممكن اعمل هنا فايل اسيتس. احنا اوريدي كنت عامله انا هنا قبل كده، اقول له امبورت جوجل ايكون كروم واشوف المسار بتاعي. هل هو ده المسار فعلا؟ غالبا هو. ايمجز سلاش جوجل اس في جي. اوكي بس كده، وهيجي هنا كوما جوجل ايكون، واجي هنا امسح الكلام اللي ملوش لازمه ده خالص، اقول له جوجل ايكون. هو ظاهر ليه؟ بس كده. نيجي بقى للاستاذ ده نضربه بالنار، مش عايزينك. يلا سلامة. نيجي بقى عند السبمشن. فين الصور ده؟ يعني انا بحط في الصور بتاعتي بنبطها يعني، وبعدين بنبط في كل الفايلات اللي عندك اللي انت هتستخدميها. بحيث ان انا لو حبيت اعدل الصور دي وبعد كده اعدل في الفايل ده ما عادش الف في الموقع كله، خصوصا لو في عندي صور هتتكرر. زي ايه مثلا؟
زي الايقونه بتاعت اللوجن دي المفروض انها تتكرر تاني، جوه دي هتتكرر تاني في اللوجن، وايقونات الحاجات دي في الغالب هتتكرر في التشيك اوت مره تانيه. فالحاجات اللي هتتكرر معايا عندي اللوجو مثلا ممكن استخدمه في اكتر من مكان، لا اعرفها في مكان واحد وخلاص، دي عملت منظمه. وخصوصا لو انا كمان هشتغل نسخه موبايل ونسخه ديسك توب، يعني هعمل كومبوننت للموبايل كومبوننت للديسك توب، فالدنيا هتبدا تتكرر اكتر معايا. كريت اكونت. طب ركزوا بقى معايا في الحته دي عشان مهمه جدا 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 جدا. كونست كريت اكونت هيساوي دي المفروض ناخد داتا اقول فورم سبميت اوبشنز. فورم سبميت اوبشنز. باشمهندس هي السيشن دي هيبقى هي دي كده شرح الفورم اللي حضرتك كنت قلت هتنزله ولا في واحد تاني؟ لا هشرحها تبقى منفصله شويه عشان ديت في حاجه كده دخلت معانا. طيب انا هنا كل اللي هحتاجه منها ايه؟ الفاليوز. هاجي اعمل هنا لوج حلو كده. ايه الفكره من القصه ديت؟ ان انا دلوقتي السبميت دي مش هتشتغل الا لما يكون كل الانبوتس عندي فاليد. فلما اجي اعمل كده انسبكت كونسول الدنيا عندي بتبر والحمد لله. الورنج ده حد يصلحها يا جدعان، ما نسيبوش كده حرام. ادخل اي حاجه ماشي، اخليه الفون نمبر ريكويرد ولا عادي؟ لا لا انا عامله مش ريكويرد، مش ريكويرد كده، جاب لي الداتا بتاعتي. طيب في حته بقى عايزين ممكن نعملها، ان انا ممكن نفترض ان انا عايز اخلي البوتون ده يبقى ديسيبلد لو في عندي ايرور، بحيث ما اقعدش كليك على الفاضي كده، انا كل شويه اقعد كليك هيتريجر الفاليديشن اصلا. ممكن اعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن نروح عند الفولدر بتاعنا ديزاين سيستم كومبوننت. تعالى ماشي خليه هنا اقول اكسبورت. الايرور ده هو اللي هيعرفه ايه الحاجات الريكويرد او لا؟ ممكن لو مش واخد باله من النجمه اللي فوق. مين يعني حضرتك دلوقتي عاوز نخفي الزرار طول ما هو لسه في المشكله؟ لا معرفوش، هنخليه ديسيبلد. ايوه نخليه ديسيبلد ما يقدرش يكليك عليه. بالظبط، لكن هو حاليا بقدر اكليك، انا حاليا بكليك عليه ما بيقوليش. انا اقصد بقى ان هو يعني ما هو اللي عرفنا دلوقتي ان الحاجات دي ريكويرد لما هو اتك عليه. لا ما انا دلوقتي هيبقى ريكويرد، هكليك يعني دلوقتي دخلت الصفحه اهي. حلو؟ دوست على كريت اكونت، طلع لي الايرورز ديت، الزرار يختفي او ما صح بقى ديسيبل لغايه لما كل الفاليديشن ده يختفي، بعد كده الزرار ده تلاقي رجع يشتغل تاني. انا فكرت ان هو في الطبيعي انه يكون ديسيبل ولما اكمل كله لا لا خليه يظهر عادي خالص. طيب انا هنا يعني انا مش عارف ايه اللي هو العجيب ده، بس تعالى ناخده ونستخدمه هناك. عايز التو بوتن من الحلوين دول كده، كات ريتيرن بوتون نرميهم هنا. ايه اللي عمله ده؟ في حاجة غلط. شيل السلاش اللي في اخر البوتون بعد كده. طلع كده مظبوط. طيب هنا دلوقتي يبقى فاضل لي ايه؟ البروبس. بس مش البوتون دي تشيلدرن ولا هو مش سيلف كلوزنج؟ اتقل اتقل، ما هو هيبقى جزء من التشيلدرن من البروبس، بعته براحتك. نيجي بقى نمسح ده نخليه يقول له سبميت بوتون. لغايه دلوقتي هو المفروض ان هو بوتون عادي خالص، ما فيش اي حاجه اختلفت. انا نقلت اليو اي بتاعه خليته هو. في بس حته عايز اظبطها، دي ممكن تبقى نظبط اليو اي بتاعه مثلا زي الفاريانت مثلا اللي فوق ده. يعني ممكن الفاريانت ده يتكرر معانا، ممكن نخليه ده كده and variant. ممكن اكرر السطر الحلو ده كده. هل اصلا الاثنين دلوقتي نفس ايه؟ ازاي السكندري واخد البي جي اوفر؟ ازاي؟ عايز الكلر ده الاكستنشن ده برضه يا جدعان ظريف، اللي هو لما باجي مجرد ما اكتب الدولار ساين وال كيرلي بريسز جوه الدبل كوتس بيحولها للباك تك على طول. يعني دي لو حد خد باله دي اصلا مش انا كاتبها،
يتحول اسمها ايه الاكستنشن؟ والله ما فاكر، استني اقول لك. ايه؟ لا كنت اقول حاجة تانية. اهي تمبلت سترينج كونفرتر. يعني بص كده حتى لو كاتب ايه كونفرت سترينج تو تمبلت سترينج وين دولار ساين كل بريس از تايب. طيب ده مش منطقي يا مستر، ازاي كده مظبوطه؟ تعال نجرب كده الاثنين. معهم دركتين مختلفتين. ايوه كده، انتوا ليه؟ الدركتين غير بعض يعني، حتى الأورانج فيه كذا درجة، فأنا كنت عامل على الأساس ده، مكانش عندي أخضر في المكان. روق عليه يا استاذ. هو الاخضر هي فاليد شويه لان اللوجو اخضر، مش عارف هو ليه اصلا عامل تو برايمري كلرز في المشروع، ديزاين غريب جدا الصراحه. يعني هو مثلا دي الدرجه اهي، وعندك الاخضرات دي كلها في كل حته. عايز حد كده عنده نظره يعني، في بيزنس جرافيك ديزاينر جواه يروق لنا علينا في الموضوع ده لو سمحت، يعني ثبتوا لنا لون. وفي الغالب في الغالب هنعمله بالديزاين سيستم بحيث نقدر نغير الموقع كله. ان احنا نغير بس الدرجه بتاعت اللون. المهم هو دلوقتي مفيش اي حاجه اختلفت. عشان بقى الموضوع ده يبدا يشتغل حاجه، يعمل ايه بقى؟ تستخدم يوز سبميت بوتون. ده فكرته ايه؟ ده هوك من الباكج بيدي لك كذا حاجه، ان هو ايه سبميتنج وايه و ديسيبلد. طب ليه الاثنين دولت؟ لان الديسيبلد دي كيس واس سبميتنج دي كيس ثانيه. زي ايه مثلا؟ هنا اقول له ديسيبلد، امتى هيبقى ديسيبلد؟ لو هو ديسيبلد او ايه؟ سبميتد، ايه سبميتنج، لان هو لو بيعمل سبميت الطبيعي ان هو ما يكليكش مره ثانيه. يعني مش وانا بعمل لسه مستني ريسبونس يرجع انه يعمل الحته دي مره ثانيه، بس هو ليه ما غيرش البتاع؟ هل ده اصلا الستايل بتاعه هو ديسيبلد؟ ملوش ستايل هو ديسيبلد. ديسيبلد، بس هل مش المفروض ان اسمه ده بيدينا ال موس سميت بطن يعني؟ بس هو البطن ده جوه الفرن؟ جوه الفرن. فولس وفولس شو هديك الاتربيوت هو ستيفن نخليه انكليكابل صح؟ ايه؟ هديك هو اصلا بس هو اصلا ما بيقرا فولس، المفروض يقرا ترو. يعني دلوقتي المفروض ان هو ديسيبل، لا ما كليك انا لازم يديني واحده فيهم بترو. بس ليه بقى ما ادهنيش بترو؟ هذا هو السؤال. قوم عندي خليني كده راجع الدوكس. مش بيعمل ريندر؟ طيب بيعمل ريندر؟ مش بيعمل ريندر، مش عارف. تعال نشوف كده. مش حاسس ان انا كلكيت يعني. بس هو بيفاليديت، الفكرة ان هو بيفاليديت. لكن هو ما بيخشش هنا الفاليديشن او السبميشن اصلا، ما بيخش يدخل هنا. ليه مش بيدخل هنا؟ ما هو يوز سبميت بوتوم، ما فيش حاجة مختلفة يعني. احنا قايلين ان الديفولت بتاعه ترو. ايه؟ احنا كده قايلين ان هو الديفولت يبقى ديسيبلد. لا ما هي ديسيبلد باي ديفولت بفولس، ان هو مش ديسيبلد. بس اصلا المفروض ان لما اجي يعني هاجي ادوس انتر هنا، المفروض ان هي تتحول تبقى بالترو. دي تتبعت لي الثانيه ديت اللي هي السكند فاليو دي تبقى بالترو لانها تبقى ديسيبلد. بس ليه ما بقاش ديسيبلد؟ مش عارف. دي حاجه في الباكج. ايه دي كده حاجه في الباكج ليه ان الديسيبلد تتحول تبقى ترو؟ لان المفروض احنا اللي بنعملها ست، انها لو مثلا
عايزين ان لازم الانبوت يكون كله valid، نسيبه البطن لحد ما دي يحصل. احنا المفروض نعمل حاجة زي كده بالظبط. هو المفروض ان هو يتحول، بس انا مش عارف ليه صراحة ما تحولش. انا بس اتأكد الموضوع ده. انا ممكن ابقى هنا مفيش حاجة فيها كيس دي. ماشي هبص عليها بعدين، بس المفروض يعني المفروض الزرار ده يبقى ديسيبل. طيب خليني كده لو ناقص كام هو حوار السبت كده يعني، يعني بيجي امتى او بيجود امتى؟ لما بدوس يعني كليك ايه؟ ولا ايه؟ حوار السبميتنج ده ثانية عشان ال هرسل بس السيرفر لحظة واحدة. حوار السبميتنج ماله؟ يعني هو لما بدوس يعني زي اللودنج كده يعني. السبميتنج اللي هو عمل فورم سبميشن، يعني هقول لك دلوقتي ايه الفكرة؟ ان انا دلوقتي عملت هنا كون سبميت، مجرد ما الداتا تكون فاليد كلها بيخش على الميثود دي اللي هي التبعت للاون سبميت. هنا فين اون سبميت؟ فين الفورم يا جدعان؟ اهي اللي هي الاون سبميت دي. تمام، فهو بيفضل في الوضعيه ديت الى ما لا نهايه لغايه لما انت تغيريها بنفسك. يقول الفورم سبميتنج بفولس، ساعتها لما يبعت بترجع كل تغير الفايل تاني. بقى، ايه؟ لما يبعت كل، لما يبعت كل يعني لما يبعت كل الفايلز فولس صح؟ ساعتها بترجع تاني للوضع الوضع الاساسي. يعني ان هو الطبيعي ان الفورم مجرد ما تعملها سبميت تفضل ساقطه لغايه لما انت تدي الاكشن، انت ما تبقاش صب يعني امتى ترجع للوضع الاساسي بتاعتها. هو معناها كده يا باشمهندس، حاسه ان هو مش بيدخل، ان هو مش بيطبع تاني حتى، يعني حتى مش بيطبع هو فول فلوس. معنى كده ان الهوك اصلا مش بي انا اشوف بس هدخل جوه الايفنت ولا لا. ولا الهوى ولا الهوى. هل بسبب اخر ابديت انا عملته؟ بس ما اعتقدش المشاكل الفورم ما عملته. ممكن عشان مش عاملين حوار الديفولت دي الفترة ده كنا بنقول شرفه هو بقى ديفولت اصلا باكج بتهندلها لوحدها. بس عشان فيها بيرفش بيصفر. لا مش انا اللي برفش يا صاحبي، هو مش برفش، انا ماشي اللي برفش. ان هذا لشيء عجيب الصراحه. طب هي الفورم بتاخد disable attribute؟ مش احنا المفروض نخليه مثلا by default true، ولا هو برضه الباكج لا فيها كده؟ هتبقى internal في component، مش في مش في الالمنت. بس طيب عموما الروتين خليني انا ببص عليها تاني وانا قاعد رايق كده، اشوف هل بسبب ان انا كنت قاعد بلعب فيها من يومين ف زارت. مش عارف صراحة نحدد ايه السبب لغاية دلوقتي، لان هو كمان هو جوه جوه الهوك. يعني فاكر ان هو مش بتريجر اي اصلا. طب ثانية كده، هل هيدخل على ال الفاليديتنج؟ هيدخل هنا؟
دخل. طيب لوج انظر انفاليد كنترول. تعالى نعمل كده لوج الكنترول. بصة أخيرة كده هي بوند فولس is valid بفولس ما صح. أول واحد هو فعلا is valid بفولس طلع في ايرور. نعمل كلير سبميت مرة تانية. المفروض يديني أول واحدة بترو بس بعرف بترو. فاهم بصراحة هو ليه أصلا مش بيدخل على ده. تعالى بقى نبص أوريكم برضو جزء من المعاناة اللي أنا بشوفها. تعالى نروح على الباكج كده نبص عليها. أنا مش هطول يا جماعة، دي آخر حتة صغيرة نخلصها بعيد عن دي وخلاص على كده. بس عايز تمارين. الراجل بيقول لك ان دي بتتبعت فولس. ما بالظبط ما هو فعلا از فاليد فولس. معلش هو سؤال صغير، هو الحوار ده بيتربط بكل ام يعني انبوت على حدة لوحده؟ ايه لا لا الحوار ده بيتربط يعني مع كل انبوت على حدة لوحده، اللي هو بيتشيك على كل انبوت يعني وبناء عليه بيحط الديسيبلد او لا؟ يعني انا فاهمه صح ولا لا؟ هو الديسيبل ده يا جماعة ده خاص بالهوك مش خاص بالفورم. هو ايه الفكرة بتاعت الديسيبل؟ ان هو لو في عندي invalid controls فبالتالي الهوك هو internally في جواه state اسمها disable. بس اللي انا مش فاهمه ان هو يعني الديسيبل ده مش الفورم. هو التكنيك هنا مفهوم بيدخل جواه is valid form or false. طب هو فين الجزء بتاع الديسيبل ده؟ استنى كده right control تقول ايه؟ الجزء بتاع الديسيبل الجزء بتاع الديسيبل هقوله لك دلوقتي. هو مش هيشتغل طالما ان الايفنتس دي ما بتشتغلش يبقى التاني مش هيشتغل. رايت كنترول از فاليد. الجزء بتاع الديسيبل ده اهو. التركية كلها او اللعبة كلها على الايفنتات. بصوا valid control بس هل انا بحط invalid control اهي لما الايفنت ده بيتعمل له تريجر بقى ديسيبل الليمت. يعني الديسيبل دي لو انا عايز اعملها ديسيبل مانيوال ملهاش علاقة. بس هو الفكرة ان هو ما بيدخلش اصلا على الايفنت ده. يعني هو ما بيدخلش هنا. انا مش عارف ليه صراحة. لو حتى اصلا ما كانش يعني ان شاء الله تتحل، يعني سيب كل ساعة كده تلاقي هسيبه ساعة كده ياخد ويدي مع نفسه. ماشي أو ممكن تتحل فعلا لوحدها بس خلينا بقى نرجع بعدين. المهم
دلوقتي ندخل الداتا كلها عشان نكمل السايكل بتاعتنا. من ثلاثة، من ثلاثة، من ثلاثة. كريت. دلوقتي الداتا كلها عندي جات لي هنا اهي. الداتا كلها جات لي اهي. هنا في الكيس دي عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل سبميت للداتا ديت، ابعثها للاي بي اي بتاعتي. فاجي اروح عند الفولدر الاكونت سيرفيسز، هتلاقي في عندنا اوث، ندور على الفانكشن بتاعت الريجستر اهي، عباره عن ريكوست سلاش ريجستر والداتا هتتبعت. نتاكد بس هو الريكوست فعلا كده عندي ريجستر. اوكي مظبوط. بس ايه ال اتاكد في عندي فون نمبر، لا ما تخلوش ريكوايرد. ماشي. هنا بقى هاجي اعمل ايه؟ هاجي ابعت الداتا ديت، اقول له ريجستر، لا الريجستر دي خدها من الاوث، فابعت له الفاليوز دوت زين ريسبونس. الاهم من الزن ايه؟ الكاتش ايرور، ده الاهم من الزن، الكاتش بتاعنا. طيب في الكيس اللي احنا فيها ديت ممكن نعمل ايه؟ ممكن يا اما نستخدم توست كونتينر، وده اللي انا بفضله، حاجه تطلع رساله كده ست سكسس، او ممكن افليب الصفحه خالص. ازاي افليب الصفحه؟ يعني لو في ايرور هظهر له اطلع له الايرور، لو ما في، لو في سكسس، في حاله السكسس اطلع رساله سكسس، هغير الفورم خالص واحط مكان رساله السكسس. فانا ممكن انا اقول كونست ستيت تيت ستيت. ايه اللي ممكن يخلي في ايرور في الموضوع ده؟ لو النت فصل مثلا، هو ان انت لا ايرور من الداتا، يعني مثلا دخلت ايميل هو اوريدي موجود قبل كده، يعني ده ايرور لازم نهندله، يعني فورم ايرور، الداتا داخله غلط. يعني هو بيبعت في الداتا بتشيك وبيت على الداتا الموجوده، لو في تطابق بيطلع ايرور يعني. ايه يعني هو بيبعت الداتا بتشيك على الداتا الموجودة، لو في حاجة مطابقة بيطلع ايرور. هنشوف دلوقتي، تعالوا نجربها. لوج ايرور، احنا هنطلع عند الايرور دلوقتي. تعالوا نخلي كل حاجة ريكوايرد كده. اعمل كريت يا جدع، يا جدع بقى بس بقى. تعالوا نسيبه الماتش بالمرة. نتورك بعت هنا ريكوست وجاب لي ايرور محترم اهو، شويه مسجز ايه بالطن اهي. اجي بصينا على الكونسول، ده الاكسس ايرور. انا محتاج من الاكسس ايه ريسبونس داتا مسجز، دي الايرورز بتاعتي. ممكن اعرضها اكثر من طريقه، ممكن اعرض لكل رساله احطها للانبوت بتاعها. ممكن ان انا اعرض الايرور فوق، اعرضها في توست كونتينر زي ما انا عايز. تحبوا نعرضها ازاي؟ يعني تعالوا مثلا، تعالوا اوريكم الاستخدام بتاع كونست ايرورز، تغيير ايرور دوت ريسبونس دوت داتا دوت مسجز، ده الكي اللي انا مخزن فيه الداتا. حط علامة استفهام، لان هو لو مثلا نتورك ايرور فهتلاقي السطر ده اصلا ما اشتغلش، فرقع في وشك. اف ايرورز، نيجي اقول له فور كونست. الايرورز جاي ازاي؟ دي عباره عن array of object في key و value. ماشي، يبقى اقول له كونست ايرور اوف ايرورز. هنا بقى استخدم الفورم دوت كنترول ايرور دوت كي دوت سيت ايرور ايرور دوت مسج. طب معلش، احنا ليه نعمل كده في اوريدي ريكوايرد؟ يعني هو موجود، مين ليه نعمل الحوار ده والريكوايرد موجود؟ انا بوريك مثال، لو في فاليديشن مع بعيد عن الريكوايرد، لو انا دخلت ايميل اوريدي موجود، انت كفرونت اند مش هتعرف تعملي فاليديشن، او لو الموبايل موجود قبل كده انت تعملي زي فاليديشن عندك، فهيرجع لك ايرور، هيرجع لك ايرور من باك اند ان الداتا ديت مش مظبوطه.
لو الباسورد غلط مثلا، الباسورد غلط، هو ليه الانبوت اصلا مش واخد كرسر؟ انا ما اشوف وضعنا ليه. هذا ريكوست، تعال نتاكد ان الايرور دي مظبوطه. لونج عبال ما الباشا ده يخلص، انا كان عندي بس بوتن ده مش واخد كرسر. ايه يا عم، ايه يا عم، طب يا عملية انهيار، ان في حاجة متكررة دي بتحصل ازاي؟ ايه حوار ان هو يكتشف ان في يعني حاجة متكررة في اي حاجة المفروض دي، يعني دي بتحصل ازاي او بتيجي منين؟ يعني حاجة متكررة؟ يعني انا لو جيت اكريت يعني اكريت اكونت بس منين، فالاكونت بتاع القديم ما هو هو بيعرف الداتا بيز، ما هو الباك اند بيشيك على الداتا بيز يشوف الايميل ده موجود فيها ولا لا. حاجة لو الايميل اوتوماتيك موجود يعني مش مانوال صح؟ ايه حاجة اوتوماتيك يعني، شوف يعني مش مانوال، هو يعني، بيهددها هو. يعني اوتوماتيك مش مانوال. لا انت مش فاهم اللغة دي، يعني ازاي بتشيك هوريك، انا فاتح الباك اند ده هوريك. استنى ده اهو، هنا الباك اند اهو هيفاليديت الايميل. هنا بقول لك اسمها يونيك يوزر، فهو الفكره بتبقى ماشيه ازاي؟ ان هو بياخد الفاليو بتاعت الايميل، نفترض ان هي مثلا كده ريكويست دوت انبوت، هيجي من الريكويست انبوت ايميل، فهو السودو كود بتاع ايه؟ ان هو دي بي دوت يوزرز، دي بي دوت يوزرز كونست اكزيست دوت وير ايميل ايميل دوت اكزيست. فهو لو اكزيست كان ايميل اوريدي اكزيست، فهمت الفكره؟ ده الفاليديشن اللي بيتم هنا. انا شيل دي عشان دي غلط، لا دي في الكريت اكونت انا تمام. دي الفكره، ده السودو كوب بتاعي، يعني ان هو بياخد الفاليو بتاع الايميل، يشوف الداتا بيز في جدول اليوزرز هل الايميل ده موجود، لو موجود بطلع لك الايرور. ايه ده؟ ولا ده عند اللون. كده طلع لي الايرور بتاعه. واحد يا شباب، فده لو انا عايز اكستمايز او احط لكل انبوت، او كل انبوت احط جوه الايرور بتاعه، بقول الفورم بعد كده دوت كنترول. كنترول دي فانكشن جوه الفورم كومبوننت ببعته فيها النيم بتاعي، وده بقدر اعمل بيه كل حاجه في حياتي بقى، ان انا احط الايرور مثلا دوت سيت ايرور، فهو هنا هيابديت الكومبوننت بس، مش هيعمل ريندر للريجستر بيج، هيابديت كل كومبوننت لوحدها. دي فكره سيت ايرور. ممكن استخدم توست كونتينر، ممكن استخدم اللي انا عايزه. هنا في الكيس دي مثلا ممكن اقول له set state done، هنا set state error. ممكن في الكيس بتاعتي if state مش loading done، ممكن في الكيس دي اعمل ايه؟ اقول له return h1 successfully او يدخله على اللوجن بقى ايا كان. لا، لان هو ممكن مثلا اقول له لا ده انت روح اعمل فيريفاي للاكونت بتاعك ومش عارف ايه، فعلى حسب الكيس بتاعتك ايه، على حسب المشروع ماشي ازاي. جيت نشوف بقى وضعنا ليه. نقول الداتا دي مش موجوده عدم لا مؤاخذه، هنقول ليه مش موجوده عدم لا مؤاخذه. فيرست نيم لاست نيم باسورد فون نمبر ايميل فيرست نيم مسج اتليست 2 كاركتر. هو ليه بيتبعت الفون نمبر بسترينج فاضي؟ طب ما يتبعتش وخلاص. عادي ممكن اجي هنا اقول له لا، ديت على حسب الكيس. ممكن اجي هنا اقول له ايه؟ اجنور امتي فاليو. طيب تعالي نجرب تاني. مات كده مش هيبعته اصلا، مش هو فاضي صح؟ حلوه كده زي ما كله موجود. مش هتفرق يعني، في كده كده هو ريكوايرد. سبميت
هندخل بقى ده في مرة تانية عشان نخلص بقى من الليلة دي. successful register كده الاكونت اتكريت عندي بنجاح. وصلت يا شباب كده الاكونت عندي اتكريت. ورجع لي ما رجعش طبعا اليوزر اللي هو في الكيس دي، في الغالب انا ببعت له رساله واقول له روح اكتيفيت الاكونت بتاعك. فاحنا عايزين هنا نعمل تو دو صغيره كده، اكتيفيت فروم ماشي يا شباب. كده سؤال، فهمنا الاي بي ايز مشتغله ازاي؟ بعمل لكل اي بي اي ميثود خاصه بيها بتبقى انكابسوليتد على نفسها، ليه زي الريجستر دي ببعتها ده. ايه؟ التدو اللي بتتكلم عليها مالها؟ دي تاسك دي يعني تدو او حد يعملها. طب يعني ممكن بريف عنها دايما لما ببقى مثلا الحاجات مثلا لسه مش عارف مين اللي هيعملها فبكتب ده تدو، فهي دي عايزه تتعمل، مين هيعملها دي قصه ثانيه. طب ايه هي التاسك اصلا؟ مش ان احنا نطلع له رساله سكسس كده بشكل حلو، تم انشاء حسابك بنجاح، راجع الايميل بتاعك عشان تاكتيفيت الاكونت. يعني هتبقى صفحه منفصله ولا زي بورد ولا ايه؟ لا هي بص هنا هي المفروض انها تعمل ريبليسمنت لل للكونتنت كومبوننت يعني. بالظبط كده. طبعا الصفحه دي ناقصه حاجه مهمه جدا، حد مين شاطر يقولها لنا؟ هي دي صفحة ايه الريجستر؟ ان انا ممكن اعمل اكونت جوجل او فيسبوك او كده؟ لا اوكي، هو جوجل موجودة بس لسه ما خلصتش، بس مش دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. هنروح منها على صفحة اللوجن يعني؟ موجودة. نزل الداتا؟ ايه؟ طب نزل الداتا؟ داتا ايه اللي هتظهرها؟ مثلا البروفايل بتاع اليوزر. الباسورد انا في الريجستر يا جدعان، انا في الريجستر. ان احنا نخليها ريفيرس بروتكتد او جاردد يعني. مين؟ لا تبقى جاردد انه خلاص بقى المفروض دخل يعني، فهو ما ينفعش ان هو ليه اكسس. ماشي دي ممكن نعملها هنا في الريفيرس جارديان هنا. نيجي هنا ده تقريبا كنا عاطلين. لا عادي مش فيهاش حاجه، مظبوطه اوريدي الميدل وير موجود بتاعها. حد الاول قبل ما نكمل، حد فاهم ده اصلا؟ حد مش فاهم الكود ده؟ انا بعمل جروب فانكشن ببعت لها البيز لي اوت بتاعتي عشان تجروب اي راوتس هنا، والميدل وير هو ريفرس جاردن. ده ايه فكرته؟ ان عشان اكسس الصفحه ديت لازم يكون اليوزر عامل لوجن اي كي اي عنده توكن، وان هو ثانيه واحده نوت جيست. ولو هو يعني لو عامل لوجن ومش جيست يعني اليوزر اصلا اوديه على الهوم. ليه؟ لان هو ساعتها في الكيس ده هيبقى كاستمر لان هو مش جيست، فما ينفعش يدخل على الصفحه دي اللي هي ريجستر. وضحت؟ بس برضه ستيل مش دي الحاجه اللي ناقصه. سهله يا جماعه. تقصد ممكن يكون في حق ناقص يعني؟ مين؟ في يعني في فيلد ناقص في الفورم؟ لا مش فيلد. حوار العين اللي في الباسورد؟ لا. طب يعني هي حاجة في الكود ولا حاجة في البراوزر؟ ما أصلا أنا لو قلتها هتتجاوب. طالما فتح الكود يبقى هي في الكود. إيه؟ أنا البراوزر. طيب يا باشمهندس طالما فتح الكود يبقى هي حاجة ناقصة في الكود. لا مش بالضبط، ما هي حاجة، ما هي أكيد لو حاجة في الكود هتفلكس في البراوزر. إيه الذكاوة دي؟ حاجة من الحاجات اللي أنا كنت بقول لكم عليها خاصة بالدي أو دي لكل صفحة. اللوكاليزيشن؟ لا ما يوريني، ما هي كلها ترانسليتد قدامك. هي لوكاليزيشن ايه؟ في هنا بس هيلمت. ايوه هيلمت. بص الصفحه اسمها ايه؟ ريستورانت ويب. تايتل ما بين عادي. في حاجة غلط؟ والله غلط. زمان ليه؟
دي طبعا انا زعلان عشان ممكن اروح عند الكونفج او ايه الكونفج، انا عايز ابند الابنين. طب ما اهي بترو، ولا انا اصلا ما ضفتش الابنين. انا مش صح ان انا اخدها من ال من هناك عشان دي المفروض تبقى ترانسليتد، يعني المفروض ان انا اقول ترانس ابني ليه؟ لان انا لو خدتها من الملف الانف، انا في الاول واخدها من ملف الانف، هي دي تفضل بنفس الاسم عربي وانجليزي، فانا عايز اغيره يمين وشمال، يبقى استخدم الاب نيم واعرفه هناك. اجي اروح عند اللوكال، دايما الاب نيم لو نيجي نعرفه نعرفه في اول الفايل، اب نيم اي اسم انت عايزينه طبعا، اي ان هو ده صح ان هي مع اللغه تترجم؟ في الغالب المفروض انها تترجم مع اللغه، وانا طبعا مش هيشتغل عشان الترانسليشن معمولها امبورت في الاخر. ممكن هي زي جوه الترانس مزرقه كده يا باشمهندس مش صفر، يعني ايه مزرقه؟ لون لونها ازرق يعني. فاهمين دي؟ ايه مش انا دلوقتي حطاها جوه جوه الدبل كوتس الاب نيم؟ ده تكست سترينج، ايوه مش مصفر دي بقى عشان ده سترينج، السترينج يعني ما بيصفرش. قرينه كده. هبص ايه، لو جينا بصينا هنا فين هنا اهو، بصي نفس اللون، لو جينا بصينا هنا السترينج كله عندي نفس اللون. تقريبا اللي هناخد السين يا امانه. اه اصل انا عندي كله بيبقى اصفر، اي حاجه جوه الدبل كوتيشن دي ولا لا؟ ما انا عشان مستخدم سين احسن، معلش يعني السين بتاعكو مجهد شويه، بس انا مش عارف ايه دي مش مترجمه. ترانسليتابل ترانسليت ابنين، طب المفروض عشان انا ملف اللوكال مش مستدعيه قبلها، بس هو المفروض بترجمها هناك. هنخليها كده، ترجمهاش برضه، ترجمهاش الجبان. هم ابني مظبوط اهي. طب لو دخلنا على صفحة ورجعنا لها تاني ولا الهوا ولا الهوا، صلحوا الباكجات البايظة بتاعتكم دي. هنسيبها ساعة مطحونة وتتحلل. ماشي، احنا هنسيبها كده شوية مع التطبيق بوتون. بالظبط. خليني بس الأول أسجلها. طب هو مش قارئها لي يا باشمهندس؟ والله ما انا لو اعرف كنت صلحتها، مش هنستنى نسأل السؤال ده. بس لسه عايز اقعد اعملها تراكنج يعني. ماشي، اخر حاجه وهنقفل عشان عارف ان انا طولت بزياده، هي الحته دي. الكود ده حلو بس عايزين نفصله. نفصله ازاي؟ نيجي هنا في فولدر هوكس يوز اوث دوت تي اس، خليها دوت تي اس اكس، انا ما اعرفش هخليها تي اس اكس بس هخليها كده. هعمل ايه؟ هاخد الكلام ده كده كده كله كونست ستيت هتساوي يوز ريجستر، مش ستيت، لا اقول له انا كمان سبميت، واجي اروح هنا اقول له اكسبورت فانكشن يوز ريجستر. ده نعمل كده هنا هوك سريع، هاخد نفس الكود ده هو هو يعني من غير اي تعديل. اجي اخد ده واخد السطر، مش ده، اخد ده ارميه هنا، ودي نعمل لها امبورت. مش عارف ليه ما عملناش امبورت، بس تعالى مش لايقه برضه كمان. اوكي انا اقول له ريتيرن ستيت سبميت كيس اكونت. ايه الفكره كلها؟ ان انا عملت انكابسوليشن لللوجيك، او من صح فصلت اللوجيك عن اليو اي. ممكن اقول له ستيت
في عندي اكتر من كيس الحته بتاعه الفورم ديت، لو انا اخلي الايرور كل ايرور بيظهر عند الانبوت خلاص هستقبل الموجود قدامي ده. لو انا عندي ايرور مثلا عام في الغالب الكيس دي مش هتنفع، ممكن ازود كمان كيس كمان للايرور لو انا عايز ازوده، بس خلينا هستك على الوضعيه ديت لغايه لما اشوف اذا كنا نحتاج نعمل كده ولا لا. تقولي يعني ايه ايرور عام؟ يعني مثلا التسجيل مغلق حاليا، رساله عامه كده مش مسموح بالتسجيل دلوقتي، ونعمل ريفريش ونعمل سميت مره تانية، المفروض الدنيا تشتغل مره تانية، طلع لي الايروز بالمنظر ده كده شغال تمام. انا بقى نرجع نشيل الريكورد فولس دي من الكل. ريبليس ولا ايه كنت بقول لك ريبليس؟ ايوه نستاهل يعني، في بس ماتشز دي خلينا ماتش. طيب فدي كده عندنا الفكره باختصار شديد جدا، الشكل اللي احنا عملناه ده كده انا كده فصلت اللوجيك تماما عن اليو اي، بحيث ان انا ممكن استخدمه بعد كده في اي مشروع تاني مثلا بشتغل عليه، بدل ما اقعد اكرر الكود اقدر اخد ده جزء منفصل يوزر ريجستر، الكود بتاعي منفصل محطوط في الدنيا عندي تمام، مستخدم هوك عادي وعملت لود، حبيت ان انا في تغيير احصل في الاكشن او في اللوجيك نفسه واجي اغير هنا ما برجعش تاني للكومبوننت خلاص. ايه ده لو حبيت يعني في تغيير يحصل في اللوجيك فساعتها ممكن ارجع للكومبوننت. ده مهم جدا ان انت تبقى عارف ازاي تفصل اليو اي عن اللوجيك. كده الكود بتاعنا ابن ناس المثال اللي انا اتحكم فيه والصفحه ما بقتش كبيره. ممكن اخلي الفورم دي يعني ممكن اخلي السكشن ده مثلا يبقى منفصل، يعني بحيث ان انا عايز اخلي الهيلمت ديت المفروض انها تتكرر عندي مرتين، يعني هنا وهنا. طب الكابون دي ودي اساسا توصف عشان هي صفحه جديده يعني؟ لان انا هعمل ريتيرن، انا اصلا مش هكمل هنا، فانا هريتيرن، فمعنى ان اصلا اعمل كده الهيلمت هتتشال من الدوم، فبالتالي الصفحه التايتل بتاعها هيتشال، فانا بحطه مره ثانيه يعني. بس كده اظن والله يا باشمهندس والله تسلم، ربنا كنت بدرس يعني بنت ناس قوي ما شاء الله. نشوف بقى شغل بقى، هل في حد مش فاهم الاي بي اي احنا اشتغلنا عليها ازاي او ممكن نستخدمها ازاي بعد كده؟ انا لما باجي استخدم اي بي اي بعرفه فانكشن واستدعي الفانكشن ديت، يعني هعمل مثلا فانكشن عشان اعمل لوجن، فاقول له اكسبورت فايل فولدر اسمه سيرفيسز لوجن، ده المفروض يستقبل الداتا ايا كان نوع الداتا ايه. الجينيريك اوبجكت ده يا جماعه اللي انا بكتبه يعني هتلاقوه متكرر كذا مره، ده ما بيتعمل له امبورت بس هو عشان الباشا زعلان انا اعمل امبورت اصلا انفورسمنت، ده بقول ان هو بيستقبل اوبجكت، انا ما اعرفش ايه الداتا هتبقى موجوده فيه. ريتيرن اند بوينت، هنا بقى دي نقطه انا نسيت اشرحها، اند بوينت بستدعي الفايل اللي انا كنت معرفه في ملف الاند بوينت، انك تعمل له اكسبورت هنا. اها ده اكسبورت ديفولت ده. طبعا الاكسبورت ديفولت ليه حد يقول لي معناك قلت ما تفصلهاش كده في سطر منفصل، لان الكونست ما ينفعش اكتب جنبيه اكسبورت ديفولت كونست، دي تنفع مع الكلاس والفانكشن بس. اند بوينت دوت بوست سلاش لوجن، ابعت له الداتا بتاعتي. ده طبعا في ملف السيرفيس، لان ده اللي هو في الكيس بتاعتنا انا مسميه اوث دوت تي اس، هتلاقوه بالظبط اللي انا قلته هنا هتلاقيه موجود هنا. عايزكم تجربوا الحاجات دي، انا ان شاء الله ممكن على النهارده او بكره، غالبا هيبقى بكره ان شاء الله هرفع الاي بي اي دي، اخليه لها نسخه، اعمل لها نسخه لايف بحيث انتوا تشتغلوا على الاي بي اي دي وتعملوها تيست عندكم. مش هتخش الحاجات دي في مين ولا احنا هنعملها تاني في سكتش؟ والله ما اسمعك تقول ايه؟ الحاجات دي هتعملها بوش على مين ولا احنا هنعملها تاني في سكتش؟ انا ارفعها بس انا افضل ان انتوا تعملوها بنفسكم، يعني الهدف ان انتوا تعرفوا تكتبوا الكلام ده بايديكم، مش ان انتوا تبصوا عليه او انتوا بتاخدوه، انك تسمعوا حاجه وتشوفوا سيشن حاجه وانك تكتبوا بايديكم حاجه تانية خالص. اغلب الحاجات دي انا كاتبها ان انا اوريدي كتبتها مليون مره قبل كده، فانا كتبتها يعني سرعتي في كتابتها اربع خمس اضعاف سرعتكم، يعني انتوا اغلبكم هيكون لسه بكتبها لاول مره، خصوصا الجزء بتاع الاند بوينت الانبوتس اللي هنا، ازاي تعملوا انبوت من اول وجديد خالص وازاي
هو الموضوع بسيط يعني، ان شاء الله مش هيبقى فيه حاجه. وازاي تعملوا سيبريشن لللوجيك بتاعكم عن اليو اي. اتمنى ان الحاجات دي انتوا تعملوها بنفسكم قبل يعني كده كده هرفع يعني قبل ما تسحبوا عندكم من اخر نسخه ابديتد، هتفرق معاكم جدا. وهي بالمناسبه هي مش مرتبطه بالباكجز اكتر، مرتبطه بالكونسيبت بتاعكم، تحاولوا تنظموا الدنيا على قد ما تقدروا. انا ليه اصلا عامل الباكجات؟ لان انا شايف ان الكونسيبت اللي انا مستخدمه ده اسهل واحسن كونسيبت، مش بس في السهوله، تنظيم الفايلات الكود بتاعنا يعني. حته الرياكت هوك فورم ان انا بريجستر كل حاجه في كومبوننت واحد، انا ما بحبش الطريقه دي، بحب الدنيا تبقى انكابسوليتد، خصوصا الكومبوننت بتاعت الفورم نسبه 90% اليو اي بتاعها ما بتغيرش. يعني التكست انبوت اللي هستخدمه في الريجستر هو التكست انبوت اللي هستخدمه في اللوجن، هو اللي هستخدمه في التشيك اوت بنسبه كبيره. الايميل انبوت هيتكرر عندي في الريجستر وفي اللوجن وفي اي مكان محتاج انبوت. فبالتالي الافضل ان انا اخليها تبقى سيبريتد عن ان انا اخليهم كلهم كده سايحين على بعض. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ هل في حد حاجه مش واضحه بالنسبه له؟ لا عشان لسه بستعمل اكزايوس، مع ان الفرق بين نود فلتش واكزايوس 200 ملي سكند. الفرق ما بين اكسس وايه؟ ونود فلتش 200 ملي سكند تقريبا. 200 ملي سكند؟ في فرق بينهم. مين اللي قالك الهبده دي؟ يعني بص الريجستر اهي. لا لا طب بص الريجستر اهي. بص التايم قالك كام؟ لا طبعا ده على حسب الحاجه في البيت نفسها. تقريبا صح؟ حسب ما هو. بس هي بتبقى عشان اسرع صح؟ شايف الريسبونس هنا؟ دي نسخه لايف سيتنجز. كام التايم؟ 101 ملي سكند. ما بتتغير عادي. فالكلام اللي انت بتقوله دوت ضرب من الخيال. السرعه بتعتمد بشكل كامل على السيرفر وعلى حجم الداتا اللي انت بتبعتها، مش على طريقه الفيتش. ممكن حته طريقه الفيتش تختلف شويه. وان كنت اصلا صراحه بفكر الفتره الجايه الغي اكسس تماما واعتمد على الفيتش. انا بعمل كده في الناكس دلوقتي. بس كبرفورمانس ما اعتقدش ان هتفرق يعني. طبعا ده كلام غير صحيح. طيب هل حد عنده اي استفسارات اخرى؟ لا انا بس انا عملت سينك وما زودتش، وبعدين مسحت الموديولز وعملته تاني، الديزاين عندي بايظ مش عارفه بسبب ايه. طب جربي اعملي فورك البروجكت من عندي، كلون قصدي، وشغليه في فولدر منفصل، شوفي هشتغل ولا لا. اعمل كلون من عند حضرتك، كلون من الريبو بتاعي للجهاز عندك بشكل مباشر، وشغلي الجهاز شوفي هشتغل، وشغلي البروجكت يعني اعملي انستل وشغله، شغلي شوف هيشتغل معاك ولا لا. ماشي. اوكي معلش. بالنسبه للاداه اللي هي بتشيك الايرورز واحنا بنبوش مالا، هي جايه منين؟ ولا احنا يعني بنعملها ريستول ولا ايه؟ انا بس مش فاكره بصراحه. اوريكم بتشتغل ازاي. انا نفسه ولا صدق بيعطى بقولك يعني البروجكت نفسه ولا انا منزلها؟ لا هي دي انا منزلها في التول. خليني انا مش شايف عليها. هي الباكج دي. ايوه الباكج دي بتتسطب، بعد كده بنحط البريبير ده عشان الشغل. الباكج دي مبنيه على هاسكي. هاسكي دي باكج بتشتغل بتكريت الفولدر ده، حط فيه الفايل ده. الفايل ده بيشتغل اول ما باجي اعمل عمليه كوميت للبري كوميت، يعني قبل ما الكوميت ما يشتغل. فهو ايه الفكره كلها؟ البريبير دي بتشتغل بمفهومها بريبير الفايل ده او الفولدر ده مجرد ما بعمل انستليشن للمشروع او للديبندنسيز بمعنى صح. ده بيشتغل ان هو بيبريبير الفايل، ان هو بيكريت الفايل ده. طب ايه اصلا اللي عملت الفورم بتشتغل منين، او ايه الكوماندز اللي هو الكي ده؟ هاسكير هوكس بري كوميت.
بحط هنا كل الكوماندز اللي عايزها تشتغل واللي المفروض كلها تكون سكسس قبل ما اعمل كوميت. أيوة. الكوماند ديت موجوده فين؟ انا اوريدي معرفها فوق هنا اهي، فورمات اهو، واللينت اهو، واخر واحد دوت اللي هو التايب سكريبت مشيك على الفايلات كلها. وممكن بقى تحولها لاكستنشن تكون في البي اس كود نفسه بقى، يعني تبقى حلوه قوي كده. اكستنشن ازاي؟ نعم؟ اكستنشن ازاي؟ يعني هو مش ممكن انت تعمل اكستنشن وتحملها زي ال زي اللي هي الاكتف مونجز اللي هي بتاعت الكومبوننتس؟ ايوه، ما الكومبوننت ديت انت بتحكم، لكن الفكره ديت يعني ديت نفترض انت عايزه تشتغلي في المشروع ده ومش عايزه تشتغلي في مشروع تاني. مش يعني ما فيش فيها حاجه تستدل ان انا اعمل حاجه كده، لان ديت انت عايزاها مش عايزاها، عايزاها في الطبيعي مش عايزاها مش في الطبيعي، لكن الثانيه انت في الغالب ما تعرفش تكون في اي مكان، يعني محتاجاها بالرايت كليك هي تعمل سنجل سنجل كويري اوبريشن بكريت فولدر بصرف النظر اصلا هستخدمه في اي مشروع، لكن دي بتبقى مرتبطه اكتر بالكوماندز اللي انت بتحطها في كل مشروع في كل ملف باكج، فانا مش شايفها بصراحه. يعني مش عارفه مش عايز استخدمها اعملها انستول، ما هي الفكره انت تحطها في جوه البروجكت، لكن انا اعمل اكستنشن مش شايفها مظبوطه اصلا، وغالبا مش هتبقى يعني مش هيبقى ليها حل ان انا عارف اظبطها بالشكل ده. والله طب انا اساسا كده كده يعني معظم البلجين في الام ضيق في حاجه زي كده يعني. والله ما اسمعك. اوكي، ولا في معظم البلجين في الام ضيق، فيعني طول زي دي بصراحه مين هيفضل لي يفضل يشيل الحاجات اللي مش مستخدمينها وبتاع، كله سباكيتي بقى. والله بقى دي مشاكل عندهم هم، يعني يتعبوا يسطبوا الديبندنس ديت ويسطبوا بريتير واي اس لين. ويشتغل يعني هنعمل لهم ايه انا بقى؟ غالبا هيضرب، مش عارف، حاسس ان هو هيضرب معايا. باشمهندس انا عملت كلون من عند حضرتك واشتغل، المفروض ان انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبايا يا استاذ ايمن، الكود بتاعك مغضوب عليك، اتاكد ان الفايل بتاعك مكتوب بوست دوت كونفيج دوت سي جي اس. ده في الكلون ولا ده في العادي؟ اللي عندك انت، اتاكد ان الاكستنشن مكتوب بالمنظر ده اللي انا قلته، او خد الفايل من المشروع النسخه اللي انت خدتها كلون حطها في النسخه اللي عندك. اخد الفايل كله؟ خد الفايل كله وارميه عندك، امسح التاني القديم يعني واحط ده بديل. بالظبط. اشتغل احنا دلوقتي عندنا في شويه حاجات عايزه تخلص، السكشن اللي هنا ده اللي احنا قلنا عليه بتاع السكسس، وصفحه الكونتاكت اس، وصفحه السنجل بلوج، وصفحه التشيك اوت. طبعا الايقونه ديت هي حلوه وكل حاجه، بس هتحس انها ايقونه صينيه، فهنا ممكن نظهر اي مثلا لو انا في انجلش، او عين لو انا عربي. معايا مستر علي؟ تمام اوكي. فشوفوا بقى مين هيمسك ايه، هتلاقوا التحدي غالبا موجوده في على مينتور يعني. اكيد يعني مزاف سخر كونتاكت ازاي؟ كونتاكت اس الحاجات دي تبقى يو اي بس مش فاهم يو اي. لا، وابداوا هنبدا نشتغل على طول عليه في ال ناقصد يعني اي بي اي. خلاص انا الاي بي اي دلوقتي مجرد ما ارفعه خلاص هيبقى اكتف معانا ان شاء الله. تمام. البلوج والبوست كان في صفحه كمان الكونتاكت، اما البلوج بوست والكونتاكت و الصفحات التعريفيه، عايزين حد يعمل لنا صفحه تعريفيه شكلها حلو. هتلاقي اوريدي الصفحه التعريفيه دي اوريدي نظيفه يعني. ايه الصفحه التعريفيه؟ اهي مجرد تكست يعني. بالظبط، يعني التايتل والكونتنت. ماشي. بس كده. فكل واحد بقى ينقي له صفحة، تعال عليها.
ممكن برضو نزود success register page. واللي هي 404. ما مسجلها لكن مش وفي حالة برضه ان الدنيا ما فيهاش ارتمس. اللي ياخد صفحة منهم يعمل اساين لنفسه صح؟ خش هيختارها و تيجي كده هنا ممبرز دور على نفسك جدعان. اللي بيخلص حاجة يبقى انقلها مكانها. مين شغال على التشيك اب؟ مين الوحش اللي شغال على التشيك اب؟ علي؟ أنا أيوة. ماشي يا عم علي. الهيدر أنت خلصته؟ مع حاجة ادتني تسكين زيادة فزودتهم دلوقتي. الهيدر الحتة بتاعت ال لا ثانية بس اللي هي بتاعت الإيه؟ السيرش بول. دول اوكي زود بقى معاهم بالمرة اللغة. ماشي تمام. الكارت كويسة الهيدر دي خلاص. البلوج مين مع البلوج؟ إيمان فين يا إيمان السنجل بلوج بيج يا إيمان؟ ما أنا كنت والله ناوي أعملها النهاردة بس كان الإيرور ده بقى قدامي. ماشي أنا عملت لها تاسك تانية بقى أعملها أصلا ليكي. الموف ماتيريال دي خلاص. أنا عايز أشيل ال باك توب فورم مش عايزينها. كان في حاجات تانية بس طلع فيها فورم. توب فورم ريزولفر. في عندنا صحيح اتنين كاروسل. في عندنا سلكت وعندنا مانتين كاروسل. اختاروا حد يختار منهم حاجة واحدة وامسحوا التانية. هو في الهوم فيها سلايدر معمولة بإيه؟ عشان ما يمسحش حاجة. الهوم في من طيب تعال نشوف كده سلكت مين مستخدم سلكت أصلا أو مستخدم في إيه؟ دي كولين بورد في الاباوت اس دي عندي ايمان يعني مستخدمه في ال طبعا اباوت مش هياخد الحمل عندي. مش مهندس هو ديزاين ظبط اهو بس انا هفضل افتحها كده مايكروسوفت ايدج مش هيفتح عندي على على كروم. نوايا يا استاذ ايمان نوايا يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخليه ما يفتحش على كروم ويفتح على الايدج؟ والله هي دي الإجابة الوحيدة اللي عندي. لو عندي إجابة تانية مش هبخل عليك بيها بس هي فعلا نوايا. لغاية لما لقيت تفسير منطقي فده التفسير اللي أنا أقدر أقوله. بس في ساعة يمين وهشتغل. شعار لا خلينا في سلك امسح بتاع امسح 80 يا مان وخلي حولي ال ده خليه سلك. هل في باكج لسه مش محتاجينها؟ كارتل كور بوكس ايش كونفج دوم هاسكر اتش تي بي لوكاليزيشن رياكت رياكت اتوم فورم هلمت. ان شاء الله السيشن الجاي نبدا نشتغل بالاتوم. في الصفحات اللي هي اللي زي مش نافذ زي مثلا عمليه الترانسفورم ان هو ينقل من جريد ليست عمليه الاد تو كارت الاد تو ليست. هبه اليو اي ده مش نفس الموجود في ال انا نسيت اقول ايه صح مش نفس الموجود في الديزاين الاصلي. ها خلي نظم ليه بقى من ناحيه ايه يعني؟ ايه من ناحيه ايه؟ انا عايز اقول لك ان انا الديزاين ده انا معدلاه اصلا و بعد ما انت عملت له ميرج برضه وتعديلات من الظاهره يعني انا ظبطت حوار التايتل اللي في بعض وحوار ال معرفش والله يا استاذ إيه. دي مشاكل داخليه ما تدخليش فيها اسحبي البروفايل مش لوحدك يعني مش انت اول واحده ولا اخر واحده. طب بصي بص انا اهو ده اهو ما حلوه جميله اهي معلش لا تعالي بس تعالي ما تقوليش حلوه جميله. فين الديسكريبشن؟ مش هو هو مش نفس الفونت. هنا في ريتنج هنا ما فيش ريتنج يعني احنا قلنا مش هيبقى في ريتنج بس برضه هنا في سيل برايس هنا في نفس السيل برايس ما فيش سيل برايس. لا ايه في ايه ايه هو ايه؟
اللي هي مكتوب عليها يعني؟ من السمك بتقول ايه؟ السعر المكتوب عليه؟ اه السير والسير برايس ماشي حاضر. والديسكريبشن الريتنج مع ان احنا قلنا مش هيبقى في ريتنج، بس برضو هضيفه بقى. انا هضيفه مخصوص عشان مش لاقيه في الكارد في الموقع، هعملها مخصوص. يعني احط ريتنج ولا ما احطش؟ هنحط ريتنج بعد كده هنشيله تاني، بس هنحط. ايه المعامله دي يا باشمهندس؟ عملت وش فين الاول برودكتس؟ موجوده يا استاذ، هلاقي الحاجات دي بعد كده نتناقش. الديت واخده، بصي بصي دي، بصي دي، بصي الفلفلايه دي طبعا من غيرها الويب سايت يا نهار. طبعا حاضر فين الفلفلايه؟ حاضر هبص بص عليها واظبطها. حلو السكشن ده عايزين نعمله، ما عدا ممكن نغير حته الهوت دوج دي تخليها مثلا اي تكست. هو حلو دي بيتزا لعبه يا باشمهندس. ايه يا مستر عمار؟ دي بيتزا لعبة مش حقيقية، مفيش بيتزا كده. روح ذاكر يا عمار، روح ذاكر يا عمار. احنا بنبيع بيتزا بلاستيك يا عمار. اه تعالى، طب تعالى تعالى يا حلو، تعالى يا حلو. مين؟ تعالى يا بنات. يا باشمهندس. ايه ده؟ والله مش قادر، كل مره اصلحه ويبوظ مش عارف يبوظ من ايه. ايه ده؟ صح ايه ده ايه؟ والله كنت مصلحه. واحنا ما عندناش ريممبر مي يا استاذ عمر. احنا بنرممبر هيم غصب عن عينه. ما بيختارش. الاقي السكشن ده بيبرق. تقول لي بقى كيمياء بقى ولا فيزياء؟ ايش كل واحد بيتكلم في البيت يقول مش انا البيت برايت مش انا بالظبط. يعني اي حد هيكتر في الكلام هيلاقي نفسه ايه، طلعت له السي دي بتاعه طلعته له على المسطح. باشمهندس هي المنيو اللي فوق خالص، اه اللي بتاعت البيدج وبتاعت الشوب، مش حضرتك كنت قلت ننزلها لتحت السهم بتاعها؟ شكلها ملفت قوي للنظر وهي باصه لفوق كده. دي اه دي لا احنا هنشيلها خالص. هو احنا الحاجات دي اصلا ما عندناش بيج، البيج ايه؟ وعايزين بقى نزود صفحه الاف اي كيو، تعالى نكتبها بالمره. انا مش عارف هيبقى ايه لازمتها، بس هم بيحبوا يحطوها. تمام الموديل بتاع بالمره. تبقى ايه لازمتها فعلا في بتاع المطعم؟ اسئله اللي هو انت نفترض ده مطعم بيعمل اكل صحي، هنقول له لا. نفترض مطعم بيعمل اكل صحي، يخش يقول لنا اسئله، عايز يحط يحط، مش عايز خلاص. هو الاف اي كيو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه اسئله اهو، شوية أسئلة في أكورد. question meaning answer yes okay copy and get it take new question معلش يا باشمهندس، التاسك بتاعت السكشن بتاعي حطها لي في منتور. مين؟ التاسك بتاعت السكشن بتاعي حطها لي في منتور. ايه التاسك بتاع السكشن بتاعك ده؟ اللي هو يعني يعني الـ UI يعني هنظبطه. اه. هو اوريدي موجود. حطها لي في منتور كده عشان ايه؟ اشتغل عليه. اي تاسك؟ هي بتاعت السكشن اللي هو بتاع الفود. لا هو ده؟ انهانس بقى، انهانس السكشن. هحطها لي بقى في التاسك. اني ده؟ اه. طب ما ده انت اصلا عندك تاسك المفروض. ما انا نقلتها في الضم. انت نقلتيها اصلا؟ ما هم مش حطوها، مش بظن نقلتها. لا هي مش موجوده اساسا. يبقى قبل بقى حوار البورد. ما تنسيش ال شايفة البي داخلة بتتحرش ما بينهم ازاي؟ شايفة النازلة ما بينهم تحت ازاي؟ نوسع شوية، نرفع شوية منهم، مش نرفع، مش يعني مش نطلع يعني دي تنزل تحت شوية بس.
يدي مارجن كده والبعد الستيشن ده يتغير. ايه الالوان دي؟ انا ما اعرفش. السكشن ده يتغير، يتغير كالوان ولا يتغير كايه؟ كالوان اكيد كالوان. ايه التكس ده؟ ليه التكس معمول كده؟ ده انا اصلا مش شايف يعني. هل حد عارف يقرا الكلام المكتوب هنا؟ طب اخلي ايه؟ اصل الصوره فيها الوانات كتير، فقعدت اجرب حاجه تتقري. ممكن يعني ممكن تخلي التكس يبقى تحت وتديله شادو، عارفه اللي هو الباك جراوند. طب شادو، اديله شادو. واحنا ممكن نحط ليير اغمق على الصوره تغمق شويه والكلام يبقى فاتح ابيض مثلا، او ليير كامله بالظبط بدل شادو. ليير كامله ونخليها ساعه الهوفر. ايه يا عمر؟ ونخليها ساعه الهوفر يعني احسن يظهر ليير كده ابيض عليها. ما انا كنت بقول دلوقتي كده بس يعني قلت لا مش مستريح من نقعد نلف اللفه دي. ماشي كده الاس تي كيو خلص. اوفر ليه على الصوره وخلاص. بالظبط اوفر ليه على الصوره خلاص. ماشي هنعمل فيديوز بالمره. انا خلصت، انا قاعد اكمل الحاجات اللي عندي عشان حد عارف ان انا اول حاجه جديده يعني. انا بعدل الداتابيز بتاعت الصفحات التعريفيه. لو حد عاوز يعني يتنتهي خلاص، مفيش حاجه كده. ما فيش اي حاجه ثانيه ولا خلاص. ماشي يلا السلام عليكم شباب. عليكم السلام. عليكم السلام. ماشي بيج بيجز. اوكي ماشي. هنا بقى فاضل الجزء بتاع السيتنجز والجزء بتاع الكارت لسه مخلصتوش، خلصوا بعدين. بس كده عايزين يا جماعه الملف ده ان شاء الله يخلص الاسبوع ده، عشان نكون الاسبوع الجاي نبقى ندخل على حاجه جديده. شوفوا ممكن نحب ان عايزين نعمل داينوس تور ايا كان عايزين نعمله ممكن نعمله. شات اب بس يا حبيبي. السيشن الجاي تكون امتى مفهوم؟ السيشن الجاي تبقى الاسبوع الجاي عادي. يعني